هذا البرنامج برعاية حتى حد. Sinugod ng grupo ni na Kafloro ang bayan, 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 bayan. Ina Suriz, ne Zainab, ne Khawla. بيان رقم 3 عسلامة وصحة شريبتكم. احنا اليوم ملمومين باش نكملوا الثورة الثقافية اللي جيناها اليوم. واي فاستيفال ينجم ما يتعملش اذاك؟ علاش مستحقين العبيد اللي تؤمن بالفن وتؤمن بالثقافة باش يقفوا معنا؟ مع بعضنا نجموا نمنعوا الواي فاستيفال ونكملوا اللي بديناه مع بعضنا. فما تروا سبونسور عطاونا كلمة وجبدوا بينا كيما العادة بانكا ماركة متاع كراهب غزمو عنا لاسورانس معنا واحد تلكو هاكا مش باش نقول على لولو. الواي ما ينجم يصير الا ما نخلطوا 2000 مامبر. وكان نخلطوا 3000 مامبر زيدوا ارتيستويت نختاروا مع بعضهم. وكان نخلطوا 6000 مامبر ليزيديسيون جايين متاع الواي اللي يصيروا في جربه والقصري والدخله بلاش ونجيبوا ديزارتيست من دزاير وليبيا ومصر والعراق والمغرب وزيمبابوي والسنغال ونيجيريا. الكارت مامبر سومها 90 دينار 60% من المداخيل باش يمشيو للزارتيست وتخطيط مصاريف الفستيفال. 30% باش يمشيو للديفلوبمون دي بروجي كولتوريل تاع ستارت اب نتاعنا. وال 10% الاخرين باش يمشيو لمدينه العلوم. حتى من قيس خذاك ردتو. ادخلوا على الويل بونتيان باش تشريوا لي كارت مامبر نتاعكم وتكونوا حاضرين معنا في الويل فيستيفال نهار 7 و8 ماي في مدينه العلوم. حلو راديو مسك ولا شين يوتيوب نتاعنا كل نهار جمعة وكل نهار أربعة مع 9 متاع الليل باش تعرفونا قداش وصلنا وين وصلنا شكون مشي شكون جي شنو جو وتابعوني أنا معاكم. ما تنساوش باش تبارتاجيو البيان هذايا على فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب ديسكورد نتفليكس ساوند كلاود سبوتيفاي ديزر. سيريز ما قلتليش تعرفها نيني 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 تي بيان سور حليلينا منكم الزوز تي سافا عاد البنات بستا وتسلم. حليلي حليلينا حليلي حليلينا حليلي حليلينا حليلي حليلينا حليلي حليلينا حليلي حليلينا حليلي على هموم مش علي انا حليلي حليلينا حليلي حليلينا حليلي على هموم مش علي انا حليلي على هموم مش علي انا حليلي على هموم مش علي انا حليلي على هموم معايا. الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. عسلامة ومرحبا بكم. انتم تسمعوا كالعادة في راديو مسك 106.9 ايميسيون الحوت عليكم. نتصور فما عباد اللي برشا عباد اللي تبعوا لي 3 ايميسيون اللي لي 3 ايبيزود بلوتو اللي تعداو اون توجور ماركي كو نحلوا ليميسيون انا ولبنى اللي هي هوني راه ماهيش بعيده. مي ليميسيون هي جات دون في دون ان كونتكست اسي سبيسيال فما شويه تراك راه ما نكذبش عليكم. ما كانش عندي قبل في ليميسيون هذي اسي بارتيكوليارمون ترى وزيدا في ديكور يمكن يفكركم برشا في فيديو عملت برشا بوك معناها الكونت انستغرام نتاعنا ترشا قبل النوتيفيكاسيون على ايتي رولي برشا من عند لي زارتيست نتاع الفستيفال من عند لي بارتنير نتاعنا من عند الكوميونيتي نتاع اي سي اس اللي تبع فينا زيدا على انستغرام وتبع فينا زيدا سور لا شين يوتيوب وسورتو زيدا للعباد اللي تسمع فينا زيدا على راديو مسك كل نهار 4 وجمعه من 9:30 الليل. الفيديو هذي ما حبيناش تخرج وحدها حبينا نحطوها في ان كونتكست نتاعها. انتم تعرفوا اللي العباد كيف يتفرجوا فينا يسمعوا فينا اللي احنا ليميسيون هذي ايتي فيت ان كولابوراسيون افيك مسك بو بروموفوار انتر اوتر لو واي الفيستيفال اللي هو نورمالمون با سي ديرولي دو 7 و 8 ماي في فاسيليتي دي سيونس. اليوم لو واي الفيستيفال كيما برشا دي انستياتيف ارتستيك كولتوريل قاعد يواجه في صعوبات ماهيش صعوبات تقنيه ولا صعوبات ثقافيه ولا صعوبات تاع بروغراماسيون مي صعوبات اخرين. نرجع لهم اما توا نحب نحكي شويه على الفيديو. الفيديو اللي شافوها نجموا يشوفوا فيها ان كلان دو عملناه مسلسل النوبه اللي هو المسلسل كي ماركي انديانا التلفزه التونسيه في العوام الاخرانيه. الصوت نتاع عائلة المزود
وهو زادا يسدي ماركي المسلسل هذا متاع لي سبونسور اللي احنا حابين نفادلكوا معهم تفادليكا بالفيديو هذيك اون توجور ايسيي دو نو با كومبراندر لي بروجي ارتستيك كيما لازمهم ديما يحطوا يحبوا هما يزامبوز دي شوز وفي نوبا كان ينجم يكون عمل 100% ريوسي جوست فما 10% وتحيه لعبد الحميد بوشناق لي بلاسمون دو برودوي اللي تحطوا في نوبا يخرجوا لنا من جمله واحده من الكونتكست وهذا هو سي لو جور دو ميساج اللي احنا نحبوا نمشيو دونك اليوم فهمتوا اللي احنا باش نحكيوا على على دي سبونسور كي نوزون ليسي تومبي مي زيد ا بار دي سبونسور لا فيديو هذيك فيها زيد ان كلان دوي لي توت ليكيب اللي تخدم على على ليميسيون مولا برودكشن ايكيب تاع مسك مانيش باش نسميهم برشا هما مي نتصور ان سيغتان مومون دو دو في لي ايميسيون جايين باش نعرفوا عليهم فكرنا زيد ليميسيون هذي قلت ليميسيون الفيديو هي اللي ريتوها فيها زيد 3 جون فام باش نقول جون في خولة زينب وسوريز اللي البوان كومان نتاعهم كلها اللي احنا في اي سي اس ولا قبل في الميزون ديماج قابلناهم وحكينا معاهم وفهمناهم اللي هما يحبوا يعيشوا من الفن والثقافه نتاعهم اللي هما سورتو ما يحبوش يتحطوا في اون كاز اي سون ملتي تالون فون دو لا فوتو اي فون دو دي روتوش اي فون دو سور لي ريزو سوسيو سوريز بارك الله عليها افيك سي فيديو الكوميونيتي نتاعها تبع فيها زينب اللي vous avez découvert معنا نتصور في 52 هرتز ملي بديت ملي بديت هوت عليك دونك tous ces gens là يخدموا avec beaucoup de passion avec beaucoup d'engagement et c'est ça auquel ma c'est l'engagement احنا سي برشا عبيد فهموا اللي احنا on est en train d'attaquer mais احنا اللي احنا on est déçu en fait اللي هي اكبر من 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 غش c'est une déception من من des sponsors اللي هما نورمالمون يمنوا بالفن والثقافة يقولوا فيه الافيش يحكيوا فيه يحكيوا فيه في بروياتهم مانيش متغشين خاطر ما خديناش ان فينانسمون مي متغشين على خاطر ضيعونا وقتنا والوقت نتاعنا ما يتشريش بفلوس معناها كيما برشا دي انيسياتيف ارتستيك كولتوريل الوقت ديما نتعاركوا مع الوقت وديما الوقت هو اللي ما يخليناش نقدموا ونعملوا نحبوا فيه نجم نقول لكم اللي توت لي انيسياتيف في تونس ارتستيك كولتوريل ما نحبش نجمع مي جو سوي سارتان يعديو 70% من وقتهم يحلوا في المشاكل اللي هي ماهيش مشاكل تابعه الفستيفال ولا تابعه للاورغانيزم ما يحلوا في مشاكل اداريه ومشاكل ماليه ومشاكل عدم فهم ما بين لي جينيراسيون اي دونك سيت فيديو ال فيان كونداني تو سا ان فيت ال فيان كونداني توت ان ايكوسيستيم اللي متضر ضر برشا انا منسيش فما واحد مره صورته وقت نخدم في بروجي دو تونيزيانس قال لي ولدي مغربي كان يقول لك اخرج من داري ولا اعطيني فلوسي احنا في العامين هذوما خرجنا من ميزون ديماج اون ايتي اوبليجي دابوندوني سيت اسباس لا اللي هو عشنا فيه 5 سنين خرج منه برشا دي زارتيست وبرشا زيد دوتر ايفينمون كيما 320 كيما اف ام ار كيما لا ميزون ديزا بوكو دو بروجي في 10 سنين هذوما الكل اون ايتي اوبليجي ان سارتان مون دابوندوني مش على خاطر لا بروغراماسيون نتاعهم ما ماهيش باهيه ولا لي جون كي سون داريير سي بروجي لا sont incompétents mais خاطر ديما فما مشاكل نتاع سبونسورينغ نتاع دي دروا دوتور نتاع دي زوتوريزاسيون ما نفهمهمش نتاع دي انكوباتور ولا دي كي فوند لو ريف نتاع لا ريوسيت مي كي نو مونتر با اوسي لا رياليتي دي شوز وحنا ملي حكينا لكم من اول ايميسيون حبينا نوريو لو كوتي جويو ولو كوتي مزيان نتاع الفن مي راه برشا ستراغل وبرشا تعب ما نحبوش الايميسيون تولي منوحه سامحوني في الكلمه مي احنا on a essayé de sortir d'une situation difficile avec un projet culturel معنا جاوبنا بلي نعرفو جاوبنا بالإيماج جاوبنا بالصون جاوبنا avec des artistes الفيديو فيه un clin d'œil aussi de les artistes اللي باش يكونوا حاضرين معنا في الويل امباير كاتيبان ناميرو اللي تعدى معنا في الابيزود الاولاني ان شاء الله كاتيبان وامباير باش يكونوا معنا في لي ايميسيون الجايين باش يكونوا حاضرين donc pour vous dire voilà aujourd'hui on condamne ما نحبوش الحكايه تولي الويل كها ولا الويل فيستيفال ينجم نجم يكون اخر مش يكون اخر فيستيفال انساني ما نحبوه احنا يكون اخر فيستيفال يعاني من المشاكل هذوما على خاطر المشاكل هذوما تعبونا سنين الاخرانيين ينوزون مي دون ديفيكولتي فينانسيير كو سوا اي سي اس ميزون دو ليماج او اوت او تو لي زوتر بروجي او لي زوتر ارتيست اون ايتي ابوندوني ان سارتان مومون في الكوفيد مي افيك سا اون كونتينيو خاطر نعملو في حاجه كي نو باسيون نعملو في ان ترافاي كي ديباس لو ترافاي معناها سي فريمون
عبيد حتى قلبها وربها ومخها وفلوسها والإنرجي متاعها كله في شيء في الشيء هذا. دونك هذا هو نحب نكمل نكمل هذه الانترودكسيون سبيسيال بشعر شعر نكا قال كنت عارف باش تحسبها تونس تراها جنة. وفما زيد شعر ألفا قال دغى بالفرشة مش بالتباشير. وفما زيد زو شعراء هما معانا تو دابل دي اللي باش نستقبلوهم اليوم في الميسيون هذوما مع دوطخ زانفيتي كو زالي ديكوفغير. قالوا في بلاد بهي ما عملوا فلوس انا وين حاب قولكم انتوما في تونس معانا تسمعوا في راديو مسك 106.9 تتفرجوا فينا على يوتيوب تتفرجوا فينا على فيسبوك وعلى انستغرام اقعدوا معانا نمشيو نسمعوا خرمان ونعاودوا نرجعوا سور بلاتو افيك لي دو بروميير انفيتي. مانيش باش نكون انا في بلاتو باش نكون معاهم لبنى خاطر ديجا فما وسيم اخر دونك باش ما ندخلكمش بعضكم باش نخليو ولاد زبنا لبنى زبنا سامحني زبنا خرجت باش نخليو لبنى زيدا دون اون نوفيل بوسيغ نحبوها نعرفوها اللي تحب برشا لي رابور ولي زارتيست وتبربشهم. دونك اقعدوا معنا سنعود انتم تفكر تسمعوا في الحوت عليك على راديو مسك 106.9 ما تمشيوش. تعيشوا في في ما تحشمش تسمي في اللي تعمل فيه اسأل التيران هوني كان يكيب مانيش ملي يدعي والام بيها مغرور انتي مسرور ما زلت مكش فيم وحنا نفسروش with taking shit ايجا نفسخوت اللي تعمل فيه عادي وبش نفسخو سما ديك وايت بلاك فلو ينك يانك زوز سما كيت حتى كان حكي علي فيس ديما بلس ديما براكيت براكيك أكبر يوم حد فيه ماي هيترز كيما سمكت الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. السلامة مرحبا بكم مرة أخرى رجعنا معاكم الحوت عليك على 106.9 راديو مسك. رجعنا بليش وسيم خاطر فما زوز بلايس وفما وسيم آخر وفما دبل دي معايا الليلة فرحانة برشا اللي انتم معايا سوق بلاتو مرحبا بكم. شنو الأمور؟ الحمد لله ماشي الموزيكا الحمد لله ماشي الفن ماشي لي برود طيب دبل دي للناس يمكن اللي بديت الرحله معاكم منذ جديد ما كانوش يراوه في الراب الاخر في الناس الاخرين التوانسه حاجه مختلفه كلام مختلف لهجه ماهيش اللهجه التونسيه اللي مستنسين بها في اغنيات الراب العاديين هكا جات حاجه جديده كيفاش عشتوها وفما بتاتخ من ريزيستانس من الاول ولا كيف العباد كيفاش تقبلت تصويره جديده وصوت جديد واغنيات جدد. نحن احنا خدينا ريسك باش نمشيو حتى في التصوير وحتى في الخدمه نتاع الصون حتى في امور تصوير نخرج نهزوا ماتريال نتاع حتى كي وقفنا الحكم راهو بالرسمي باش وقفنا وباش نقعدوا نعملوا التزام خاطر هزينا حاجات خدينا برشا ريسك حتى الماتريال نتاعكم والحاجات اللي باش تستعملوهم باش تصوروا في اول كليبات كانت حاجه ريسك خاطر حتى الوقت هذاك كانت البلاد ماهيش في وضع باهي ديجا وديجا نحن التامبر اللي خديناه هذايا فما عرق عروبي عنا عرق اي باش نحكيو عليه عنا عرق معناتها فلسطيني وهذيك هو معناتها كسكس له يرجع رسل اصله شكون انت 100% تونسي هكا ولا احمد تونسي اما وسيم الوالد فلسطيني ونلاحظوا اللي ديجا بخلاف اللي فما غنيات معناتها اللهجه والكلمات فيهم برشا انفلونس من اللهجه الفلسطينيه لكن كما كان يقول احمد فما طابع عروبي فما دي ميساج ما سمعناهمش من غنيات في السبعينات وفي الستينات وقت اللي كانت معناتها العروبه ان موفمون ان فري موفمون بوليتيك شي يخليها ترجع هالحكايه هذه عندكم انتم في غنياتكم بداية كي احنا قعدنا وعملنا ريسيرش وحكينا فيه وفيزينا حاجات معينين معناها مش كيما برشا رابيريت معناها يعني برشا رابيريت يغزروا أمريكا ويحبوا يتابعوا أمريكان وكذا أنا قلنا عرب ونشدوا أمورنا ونخرجوا بهم حاجة كاسح وما تشبه حتى أرتيست معني حتى البرة معني حبينا معني نعملوا حاجات
ما فماش لبرا فماش في تونس مازلنا في المعمل مازلنا نخدم كيما تقولوا انتم ديري مش امريكان معناتها حاجه تونسيه مخلطه فيها اللهجه فيها الفصحى ساعات تستعملوها في كلامكم وزيدة كيما قلنا مقبلة معناتها تكملوا بعضكم وفات لي دو بيرسوناج هذوما كل مره يخرج لنا واحد كل بالحق فتنت اللي تخليه مساحات لبعضكم مش بالضروره زوز موجودين بنفس التون دو بريزونس نفس وقت الحضور وقتاش قلم الوسيم يخرج وقتاش قلم احمد يخرج كيفاش تتعاملوا مع افكاركم وكلامكم زوز خاطركم زوز ولا انسبيراسيون هاي صحيح ممكن من عيشتنا ننسبيريو من عيشتنا من السوشيال ميديا نشوفوا فيه باش يصير اللي يصير في العالم ككل معناتها تنسبيري ولغتنا ماهيش تونس بركه تونس مصر الجزائر لبنان ليبيا مروك يعني تقعدوا تكتبوا مع بعضكم ولا ساعات هكا واحد ديما نكتبوا ونكتبوا مع بعضنا نكتبوا مع بعض داكو نعملوا ريشيرش على كلام ونعملوا من الكل فريمون خدمه نتاع جروب نتاع بينوم يخدم مع بعض لي سوجي حسب لي انفلونس زيد كيف كيف ولا فما حد فيكم بتات هو اللي تخرج منه لي ولا لي كل مره وكيفاش الانرجي احنا والتراك عندي برشا تراكات انا معاوني فيهم الدين كيف انا معاون الدين معناها فهمت ناخذوا على بعضنا معناها الافكار في كل شيء بنعاونوا بعضنا من هوني ومن غادي اللي نجموا نعاونوا بعضنا راه موجود معناها مانيش باش نحيروا في حتى شك جستمون باش نحكيو من بعد على يمكن الحدود هذيا اللي نتوما قاعدين تحاولوا تتجاوزوها حدود تونس حدود البرود الصعيبه مي هيك جستمون نحكيو على البرود في تونس علاش اليوم حسب رايكم نتوما ما فماش هال وحكينا مقبله في الاوف شويه ايكو سيستيم اللي يخلي الناس تخدم وتواصل معناتها نتوما كيفاش عشتوها تقولوا المرشي في تونس مش مرشي فينالمون مش مرشي لا مش مرشي خطر شادين عباد معينة عباد كيما نقولوا راس بركة شاد المرشي الكل زيد مش نحكي لك انا قلبي معبي برشا صحيح ما فما حدا كونترا كي مش نحكي الكلهم يحبوا يضحكوا على الارتيست ويتي نحكي كيفاش يستغلوا لي زارتيست كيفاش تعيشوهم في تونس في تونس يستغلوا في الارتيست ويت ثما دي بروديجي من برا يستغلوا في الارتيست ويت في تونس ويمني وفيهم ويعطيو فيهم في أماني من لبنان هاي من لبنان ويعطيو فيهم في أماني والعبادة تصحى ولا جست ممور رابير في تونس نقصوا شوية نولج اي نقصوا شوية معها ما يقراهش ما يفهموش ما يقراهش ما يهم وكان في البيوز اللي نشوف فيهم بعتيني نخرج الشارع يتصوروا معي العباد نحن هذيك هي عقلية في تونس في المروك لي في المروك ثم ارتيستوات غزروا الفريق قالوا لهم تسمعونا على سبوتيفاي جاوا سمعونا على سبوتيفاي بسيرس نحن نخدموا شوية سبوتيفاي مش يوتيوب بارك مش يوتيوب بارك أي خطر سبوتيفاي به في برشا حاجات معنا تحطك في دي بلاي ليست برشا وانت يخدم الارتيست وخير بالنخ دونك حسب رأيكم كيفاش باش تتحسن الأمور معناتها شنو يلزمنا نعملوا باش هالوعي هذايا يكثر عند الارتيست ويخلي زادة لي برود يحترموا الكرياتيفيتي متاع الارتيست ويعطيهم حقوقهم في لي كونترا وفي كل شيء شنو يلزم يتبدل أنا لازم يتبدلوا رؤوس الأقلام لازم تبدل العباد سينو ما مش نمشي نخرج برا ونجيب فكرة ونقول لك ما نعرفش ترى عملناهم الحلول كل عملتها جربت وما جربت العباد حتى قبلنا معناتها ثم عباد باس ما دامك تقعد تضرب وحدك راك باش تتعب معناتها ثم حاجات تو ثم ارتيست ويت يخدموا خمسة خدم خدمة اللي يصور واللي منتج واللي يعمل فكرة واللي يجيب والاكسسوار وكل شيء تتعب تتروح مخك باش تدخله في الحيط وتحب توصل تفهم فيا وما زلت مكبش وتحب توصل وديما فما مشاكل حتى في التسجيل في كل شيء معناها وديما قاعدين نطوروا الحمد لله اما معناها ديما بتتعب ما دامك تضرب معناها كذا تتعب معناها فما شيء الله ما تتعبوش الوسيم احمد الناس اللي تسمع فينا الكل على 106.9 الحوت عليكم باش نرجع بعد شويه سنعود في بلاد بهين عملوا ملايين وانا وين ولف السليبس وانا تايب ستة زيد في بلاد بهين عملوا ملايين وانا وين ولف السليبس وانا تايب
قلبي في البي لالا غالب ما نجا جيت معايا سفويز نفك نحارب ما نجا ما نجا ما نجا نذف سيري 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 ما نجا ما نجا عليهم تيري 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 اي عروبي ولد البي شيكي باباي قداش تسوى دورو كلمة البورو نك ميتاش تقطيع تريش السلام عليكم حوت عليك الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى حوت عليكم انتم تسمعوا في راديو مسك 106.9 وفي برنامج حوت عليك كل عادة نكملوا دوزيام بارتي متاع الانترفيو متاعنا مع دبل دي احمد على يساري الوسيم على يميني وبدينا نحكيوا على الصعوبات وبدينا نحكيوا على الايكوسيستم هذايا اللي انتم بالحق تحبوا تكسروا لي بارير وتخرجوا منه ما قعدتوش كيما برشا محصورين في تونس وتغزروا لبعيد فما عصفورة هي قاعدة تقول لي في الحاجات ما نحبش نحرق حتى فيل فما عصفورة تقول لي فما خدمة في مصر خاطر مصر بلاد تهمكم برشا من قبل ما تتخ نفتحوا شوية انتو ما يظهر لي شفتوا الخدمة في مصر كيفاه وحكينا مقبلة زيدة كيفاش في تونس ومصر خاتيكمان الموفمان هذايا لا نوفيل جينيراسيون اي بوب وراب طلعت فرد وقت فينالمان بعد الثورات العربية علاش في مصر اليوم نشوفوا هالكم الهائل هالتنوع الكبير شنو هي الفرق علاش الولاد حسب رايكم ثم خطر دي برود في مصر بلاد مستنسه بلاد برود معناتها بالرسم مليانه وعندهم دي برود معناتها تو دوره راب معناتها معناتها شرقي معناتها هيك تو الموجه هذيك لا توندونس تحطوا فلوسهم كله وعينيهم كل على فما انفستيسمون فما انفستيسمون فما برشا عباد وديجا شفت ديجا بين مونيت في السعوديه يعملوا في الرياض صحيح وخرجوا هم من مصر اصلا في مصر يعرفوا يدخلوا فلوس من الموسيقى مش كيما تونس بقى. يعرفوا يسمعوا صناعه الفن عندهم يعني تقاليد يعرفوا يكبروا ارتيستويت خاطر احنا توا بالحق في التمثيل نعرفوا كيما تعرفوا كل من اول الدنيا مش من توا يمشي وبرشا توانسه باش يطوروا مع تالي كارير نتاعهم في مصر انتم تخطر ببالكم حاجة كيف ما هكا انكم تمشيوا مثلا غاديكا تبنيوا كارير محلولة اكثر على العالم ما هي علاش ليه مصر ام الدنيا كيما قال لك وقتش مشينوا اللي تحسيتها بكري بي مش مشكل اش عنا في عنا حويجة في مصر بوشين مو فما باش حويج كيما طمع عنا حاجة نقولوا حاجة بركة حاجة بركة قولوا لي حاجة بركة اموا سكوب يعني ايفين مو غادي في زمانك ان شاء الله 100% دبل دي واو به نستناه قبل الويل ولا بعد الويل بعد الويل به والويل جستمون كيفاش محضرين رواحكم هكا مثلا مول الويل لا انا هذا صحته النهار الاول معناتها نتاع تحسوا برشا مزيكا ديجا نحنا باش نعملوا باش نلعبوا مزيكا جديده صحيح في مصر باش نطلعوا مش جديد ثلاثة تراكات هكاك أربعة تراكات باش نطلعوا بها ما اسمعهم حد قبل صحة لينا صحة لينا ويل اي سي اس أحمد من الباند أكوستيك ميوزيك حاجات بلوتو كلاسيك للغاب كيفاش زحفت كيفاش عملت والله كنت نلعب جيتار ما أنت تو نلعب جيتار اما الراب ما عادش الجيتار ندخل فيها حتى ندخلوا فيها تو حتى صحيح المزيكا نتاعنا ندخلوا في الجيتار اما موندو الاكوستيك صعيب برجوليه معناتها حب باند وهكا عباد تسمعك معناتها وهكا الناس كل مع بعضها صعيبه شويه مازلت ما عنديش مخ نتاع الحكايه هذيك دونك لقيت اسهل انك نركز مع نركز في الراب مع رواحنا هكا اثنين يزي زوز من الناس فاهمين رواحنا حتى لي مويان دو برودكسيون سهلين عندك ستوديو نتاعكم ولا بيت ميكر شو بحدا ما يتي برود ايه ماسكو بحدا ما يتي عندنا لكراش معانا انا برشا 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 عباد معانا تنسى
دونك باش هكا في بالي مش باينين نحن مشكلتنا مش ديما واضحين مش ديما قدام الكاميرا نحكي ومش ديما باينين حتى في السوشيال ميديا ما نهبطوش برشا تصاور علاش اختيار مش اختيار العيشة معناتها بالرسمي في تونس الحمد لله ما ليه مش من فما حاجات ما تنجمش نتلاهو بحاجات ننساو حاجات فما حاجات ما تنجمش تخليها دونك تلقى روحك مثلا تصبح تكتب تصب تسجل تسجل تصور كليب ما عندكش وقت باش تلهي بهذاك الكل كيما كنا نحكيو بتيتر نحب نرجع جوستومون لكليباتكم خاطر حاجه فريمون عندك ما تتفرج فما برشا انوفاسيون برشا تجديد تصور جدد تصور اوزي شكوني كان بسلكم في الافكار نتاع كليبات وحدنا ديما بعضنا وحدنا معانا وحدنا والكليب هي نفسها خاطر لي كوستيم احكيو لي معناتها لي انسبيراسيون لي كوستيم خاطر ديما عندكم حاجه وفات معناتها فما ديما حاجات ديتورني حاجات ما نستعملوهمش في اللبسه عاده عشان المساسك هذوكم لي لاسي حاجات معناتها دخلوا فيهم جوستمون شكون اكثر واحد فيكم قريب للتوسكي كوستيم هكا ويطلع بالطلعات والله احنا نشوفوا الافكار معانا زيد معانا زينب وياسمين يعطيهم الصحه والله نقول لهم يعطيهم الصحه فريمون بالحق ونشوفهم بعضنا الفكره كيفاش ونحاولوا معناها نقدوا حاجه مزيانه معناها كل تراك وشنو هي فيزيون تاعو تم معنا وسامه مرتين زاد وسامه فول كاس عنده ماتريال بي وافكارنا معاه هو فمتخرجوا حاجه فيزيال بي دوكا يعطيكم صحه على الكليبات هذوما اخر حاجه يمكن نحب نسالها ليكم انتم زوز دبل دي قاعدين تتطوروا كمان بين لي انفلونس كيما قلنا فلسطينية عروبة مي فما زيدا في النغمة في الموسيقى قاعدة تتطور بلوس دانسترومون اسكي يوغا موان دو هكا في الصون أقل شوية أوتوتيون بروشينمون نحب نعرف صواتكم بالحق الأولاد لين غنيو نحن بلاش أوتوتيون هذيك علاش هي اسمعني الأوتوتيون راه مش أي واحد ينجم يغني وي سي فري ثاني حاجه هو الاوتوتيون نفسه احنا نعملوا به في حاجه مختلفه على العباد اللي كل واحد كيفاش يستعمل طريقه استعمالته مش كيف كيف هذاك باش يكون منهج نتاعكم باش تخليه التامبر هذاك كيما معاش انا كيقول داف بانك نعرفوهم كيفاش يعملوا موسيقتهم عندنا اوتوتيون وعندنا صحيت عندنا باكي ونعملهم الكل احنا فوالا ماهيش حاجه اللي ماهيش حاجه بي واتس نيكست واتس نيو ان شاء الله ثم البوم قريب كول ان شاء الله أيبي. جميل. très bien. donc يعطيكم صحة دبل دي vraiment فرحانة اللي كنتوا معايا. كل عادة مع دبل دي نكملوا الفصحى هذه نتعديو للضيوف اللي بعد. انتو ما تسمعوا في راديو مسك 106.9 الحوت عليك. نرجع. الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى
عسلامة مرة أخرى، عسلامة لعباد اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا على إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب. أنتم نفكر تفرجوا وتسمعوا في الحوت عليك على راديو ميسك 106.9. لبنى رجعنا بعد ما فرقتكم وانت انا حتى ولكم. حد ما نجم فرقنا بالحق امبوسيبل نعرف حتى نعرف شنو نعرف العلاقه اللي ما بيننا توا الناس كل تعرف بون ليه علي سالي عني بيه معناها احنا نعرفوا بعضنا من الدومين ارتستيك وكولتوريل انا نحب نعرف العلاقه نتاعك بامين الدولسي هاو صحيح قبل ما ندخل في علاقه امين الدولسي نفكروا زيد العبيد اللي تعطينا للدوزيام انفيتي نتاع ليميسيون امين الدولسي صح شريبتك صح شريبتك نيا الجو اما خايف لننسى اللي احنا قاعدين نحكي في الفيزيون نحكي هيك انك قاعدين في القهوه شنو الامور صباح صاحبي وين جيت وخممت فيك استدعيتني دونك قلت لي باش تعدى صعيبه برشا باش تعدى سهله برشا اي ممكن باش تعدى اوتنتيك كيما السنسي مع بعضنا به قبل من نغرفوا مع بعضنا في الاسئله انا مقبله وانا نخسر ابو قاسم الشيب فما شاعر قال هو إذا الفن يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أنا هذه خويا كنا سماحة نرى أمين من دولسي. هذه طبعا نرشق علي الحقيقة. هذه رشقت علي أنا مشاربك الجيب. ودورانجة. ودورانجة. اللي البنانة. أمين من دولسي اللي ما يعرفكش شكون هو أمين من دولسي. أمين من دولسي سان فوتوغراف دو ديستان. خاطر عديت برشا مراحل في حياتي ما جربت برشا حاجات مي با بار شوا تا 45 عام دور لي بار اوبليغاسيون قرايتي جيتي اوبليجي باش نقرا القرايات اللي قريتهم عمري ما اخترت خاطر لو سيستيم ايديوكاتيف من وقتها حتى للتو مريض ان سارتان مومون ا 33 عام جيت ثوره انا وقتها عندي اون اكسبيرتيز ولا تنجم تقول ان سافوار فير في الفوتو وهو غرام بدي من الصغرى اللي بعد ما عملت نجم تقول القراية الكل بعد ما خدمت بعد ما نجم تقول ولا je me suis accompli jusqu'à 33 ans à 33 ans il avait نجم تقول الثورة التونسية وانا كنت وقتها تيموان على خاطر ان 12 janvier 2011 j'avais un appareil photo قدامي مظاهرة donc بديت بن تيموانياج مي تطورت البروفيسيوناليزم اللي من بعد زاد خذا أطوار أخرى معناتها نتاع انجاجمون فوالا يمكن أمين أنا ما نعرفكش قبل معناتها نعرفك هنا وين نحضر في الكونديكتور نتاعي على انفيتي نعرفه كدا ونحس روحي صحاب معاه قلت أي ما نعرفش حياته اللي قبل أول مرة نسمع لي أنت في لوتيلغي كيفاش مثالش هذه كمرحلة من حياتك مي كنت تعمل في الفوتو باراليل كنت عندك جوستومون كل نادم على الحاجه اللي عملتها ولا كمان سان سيكتور اللي ما تعملت فيه جو شفت فيه تعلمت فيه حاجات لا انا اغزر راني معناتها لي سيكتور اللي خدمت فيهم ولا خدمت اللي خدمت فيهم باغ لا فورس دي شوز اللي ما نجم تقول علموني حاجات لوتيلغي علمتني نجم تقول لو سافوار فير لو سافوار فيفر كمان سيرفير لي جون لوتيلغي حاجه حلوه برشا و سورتو لا نوسيون دو سيرفيس اللي في تونس معناتها صعيب باش تلقاها كيما نحلموا بها ما تبربشنيش لا ما تبربشنيش حتى طرف اصلا غير ما تدخلوا في السياحه الداخليه وفي السياحه وفي السياسه وفي خلينا في الثقافه الداخليه انا ساعات نحس التونسي معناتها ينام با سيرفير عنده انفه معينه اللي ينام با سيرفير اي سي بور سا اللي السياحة متاعنا بني مالوريزمون وان شاء الله يجي ان بوليتيسيان اوداسيو فين فوالا يحط الباكو على الفورماسيون الصحيحه خاطر فما بلدان في الحوض اللي احنا نعيشوا فيه قدمت برشا وانا قاعد نتفرجوا فيها والله يهبل السيرفيس في المغرب يهبل السيرفيس في مصر نقعدوا كان محليهم محليهم اكزاكتومون مي سي امبورطون امين جوست بور فير لو ليان خاطر يظهر لي فما دي ميتي وين جوستومون تلقى فيهم سيت سنسيبيليتي ا لوتر ولا بور سيرفير لوتر تلقى روحك اسهل باغ كونت في دي ميتي كيما لوتيلغي ولا معناتها لا ريستوراسيون معناتها تلقى روحك وحدك يمكن كان انت تيام سيرفير راك وحدك لو سول اتون نقول لك المشكل Pour moi, à l'aqal, c'est un problème de formation. Voilà, le jeune Tunisien, qui fait un peu de travail, il y a le carreau,
معناتها قرا قرايه اللي ما حبهاش كيما قلت لك اللي تي اوبليجي بوه صرف عليه كليت رايح على النوتات القايبه اللي عملهم الفوسكوبي اللي عملها المراجعه اللي عملها الزغريت نتاع الباك هذاك الكل وتعدى بي وين عندي انا ذاك سان مونك غاني للاتا مع سان بروبليم نتاع نتاع مينيستير كاريمون علاش انا ا 33 ans نعمل تورنوفر نتاعي ونولي فوتوغراف بروفيسيونيل الوغ كو لا باسيون هذيا بدات ا 14 ans بدات ان ترافير ان ليفر اسمه لا دانس دي بيير. Et d'ailleurs, je cite, je me trouve mon maître spirituel, voilà, c'est Jean-Claude Coutos, où il, à travers son livre à lui, j'ai découvert la vérité vraie. Et je vis avec la photo, professionnellement à partir de 2011, où j'ai des agences internationales, où j'ai appris le photographe reporter. Jusqu'à aller, j'ai témoigné de 2011 jusqu'à 2017. Et 2017, tu as dit le photographe auteur. Et voilà. Atik Sahamin, je te redécouvre. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir. L'après photographe reporter. لمين اللي نفكر ونحب نحكي لكم مش نفكركم حتى فما شكون ما يعرفش اللي امين لاندولسي هو ديغيغ تو لي بورتري نتاع لي زارتيست كو سوا في وازيس كرياتيف في الويل الاولانيه في الويل الثانيه وزاد نصور في نرجع للفيديو اللي هي زاد نحكي عليها باش فما تراوى امين لاندولسي يعطي في الكارت نتاع اي سي اس رئيس الجمهورية قيس سعيد وزيرة الثقافة كيف كيف هذيك ماذا بين نحكي فيها خاطر وصلنا عملناها التصوير هذيك كان ما رأسنا ولا وراء البالين اقعدوا ما تمشيوش نسمعوا مع بعضنا نغم موسيقي وطني رابي ونعودوا نرجعوا avec la deuxième partie مع notre invité Amin Landolsi une fois que nous تسمعوا في راديو مسك 106.9 نحكي فن نحكي ثقافة نحكي توريزم ونحكي بيزنس هذا بعد مع لانفيتي داخل اقعدوا معنا ما تمشيوش راجعين يا مش بوم باب ولا تراب ولا لوفي نعمل في موسيقى بكيف نعيش فري نعيش كيوفي ناخو نفس ناخو وقت مرضيتش نبداها بقرع حابب ندخل طول بنوفي شوفو شوفي مخ ديما مشوفي خاطر عشت سوليدير كيما يد بلاك كوفي كلمة نقول سوري لطف هيشي كيما طفلة لتمت صوفية تحب السيف نقولها سوفي باهي سوفي حابب نوصل سوفر موت لاك كينج مش متقاعد على السوفا I'm hopeful لما غرقنا فيها السيكنس اي وولز اوف ويكنس خاطر عشنا في وولد اوف ويكنس لازم ألف لك ما تكفيش الجود لك وقت ولا الجود هات ما يعوش الجود فاك البور داي بور والجود داي يونغ ويت سيدا داي بور فيلو فلوس ومع رونغ عالموت قراب تتقلق ومن بعد اصحاب تتقلق اخوات ونسي وولاد حتى تتقلق يمشي زمان ومن بعد يرجع وخلص افوكاتو برا شمشت على ورثة تتكشف تتفضح حبيتك مع حصلت شبيك ملهوف كل كموشة خارج يشي في السولد قولك روحي داخو لغة مني نعطيك قلوب كبار تعطي شيك كما قلوبهم سان سولد وسان سولد كي تونس وسان فان كي تلافس وتلافس تحكي تخدم كان ما تخطى الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى عسلامة عسلامة للناس اللي تسمع فينا على راديو مسك 106.9 فاكر انتم تسمعوا في الحوت عليك مع لبنى وسيم الانفيتي نتاعنا لو فوتوغراف اوتولي فيلوزوف دكتور ثيرابيست امين لاندولسي امين فما برشا عباد وقت هبطت الفيديو نتاع باين رقم 3 سالوا اسكو التصويره هذيك نتاع السيد رئيس الجمهوريه صحيحه ولا لا Oui, bien entendu, ça. Mais est-ce que tu crois, Arna, tu as fait le métier de l'image, on a cette éthique, elle est bien zaour ou elle c'est une vérité vraie, dit que tu as suivi la vie. كيفاش صارت العملية؟ أنا كنت حاضر من تبع فيها من بعيد بالتليفون. أنت حاضر بالتليفون؟ إي تحب نحكي لك بالتفصيل؟ بالتفصيل. بالتفصيل مش طويل خاطر ماك تعرف في الوقت إيديهم فينا. بالتفصيل وقتها احنا الأر كولتور ستوديو معناتها الستارت أب نتاعنا خذيت انستونت في معرض الكتاب وسيادة الرئيس جاء يدشن في المعرض وأنا كنت
الحقيقه في السبع سنين والخمس سنين اللي خدمتهم كمصور صحفي معناتها عندي نجم نقول علاقات وعندي العباد اللي تعرفني واللي نعرفها في 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 اي مصلحه من مصالح مثلا الرئاسه ولا الوزارات ولا بطبيعة الحال المعرفة هذه عمرها ما كانت تعدى الحدود معناتها المعترف بها بطبيعة الحال وقتها انا ما نكذبش عليك انا كي نبدا نخدم في بقعة انا كي نلبس المريول نلبس نهبل معناتها نغير على الحاجة اللي نخدم عليها و جو في تو بور كو سا سوا كونو ولا ريكونو ولا وكانت الفرصة وقتها اللي نذكر انا فور الانكدوت الرئيس كان ديما معناتها اي رئيس في معرض ولا في اي حاجة فما البروتوكول نتاعو هو اللي dessine un petit peu le parcours nteo et j'ai fait tout mon possible باش خلينا سيت رئيس يتعدى قدام الستونت وقتها شنو والله العظيم كيفاش نقول لك ماهيش نتاع تلفزه جات وتصفيقه وراها لا 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 سيتي اكثر سيمبوليك باش نعرفوا وقتها في المعرض الكتاب اللي فما une bande de jeunes اللي قاعدين مصدقين رواحهم اللي هما يعملوا في ثورة ثقافية في بلادهم ومانيش في انوخشان ولا مانيش كما تقول في المارج نحس رواحنا في بلادنا عرفت والتعامل مع احنا كزادة كسكتور بريفي دونك ماذا بينا لو كان السكتور بيبليك يدعمك مورال مو وكان عنده الفلوس فينانسير ما انا داير ديما نذكر من بتيت انكدوت على تشرشل في يامات الحرب تشرشل وين تاخو 10,000 وما تحكيناش على السياسة لا 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 نحكي على خاطر نارت الدنيا مقنبلة وحرب عالمية وجاء واحد من المنيسة نتاعو قال له اجي نحيو من البيجي دو كولتوريل قال له مال علاش قاعدين نحاربوا كان ما نوصلوش نفهموا من 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 التاريخ نتاعنا اللي هو تاريخ الهيومانيتي معناتها عندي انا تشرشل سان هيومان معناتها من بعديك الناسيوناليتي je m'en fous pas mal فهمت دونك انا حسيت روحي دون سيت دونك ندافع على الميتي نتاعي نخدم له اللي هو مي زاد معناتها نحاول ديما نعمل اش نقول لك معناتها نسبق معناتها جو غان دي زوبورتونيتي اللي تحاول لي وهذيك كانت اوبورتونيتي ان شاء الله قول انا تنجم تقول لي التصوير هذيك شنو اي بي انا عملنا تصوير ممكن فهمت مي انا نقول اللي ان شاء الله توصل المعلومه اللي فوالا فما كيما قلت لك معناتها اون ستارت اب ارتستيك كولتوريل في البلاد اللي قاعده تحاول دونك كان ندزو معاها ديما بيه باش ندز لك انت الكيسيون الاخرانيه بعد ما عطيتني 50,000 وقلت لي ما تسالش السؤال احنا نشوف احنا رانا ما نعطيوش جعان نهديو اوراق مزيفه للانفيتي يلعبوا بيهم انا باش نرجع بيك بلوتو لامومون عشتوا مع امي عشتوا معاك وقت لي جوستومون سيونس دو شوتينغ وستي لا بروميير فوا وانا نخاف معناتها مديش اليس وكيفاش امي نجم كلمتين خفيف نضاف وقت معناتها ما نعرفوش بعضنا بالكده خليني حطني اليس وبعد دو فيل اون ايغوي امين حكيت لي وقتها على العلاقه بين لا فوتو اي كومون سا بوري اتر ثيرابوتيك جوستمون هل المشروع هذايا هل الفكره هذايا اسكو تراها بالحق نجم انت ماشي فيها تراها تنجم تلقى ناس جهه لا ثيرابي بار لا فوتو بار لو كونتاكت ما خاطر كي نسمعوا ثيرابي فوتو ما اون في با لو ليان فورسيمون كيفاش انا من معناتها من التجارب اللي عملتهم اون سودو معناتها انا شو با ان فوتوغراف دو سودو معناتها داير دازيت فيه دازوني انت يرحم والدين اللي دازني قال لي جو مون فو سي ا توا دو فير سا سيتي مع اوازيس كرياتيف في وقتها انا شوتي براتيكمون اون كارانتين دو دي جي تونيزيان اللي تلموا في ان فيستيفال ميك نجم تقول التجربه هذيك خلتني نبحث انا عندي تعرف الحاجه الباين نحسها في روحي اللي في اي دومين خدمت فيه جي لا بارتي كي بور موا فين انا عندي لا ليبرتي باش نجم نطور فكره نخلق مشروع اكزاكتومون لا فوتوثيرابي اللي تحكي فيها معناتها نلقى عباد
ما تنجمش تشوف رواحها معناتها لومانيتي ولا لومان اي سو فوا با دونك لو فوتوغراف عنده التاش الصعيبه هذيا باش يوريك تنجم تقول الفاسيس نتاعك وجتين انت معناتها شتو مي او باري معناتها كان تمشي تغزر روحك في المرايه باغ اكزومبل ما تنجمش تشد خاطر فما كلكو بار حاجه تقلق حاجه لازمها تتحكي عليها لازمها تخرجوها دونك اي نمني لي لا فوتو ثيرابي elle peut aider des gens وانا je continue dans ce نجم تقول انا في une période de d'observation et de recherche باش ممكن بعد نهار بعد عام بعد 10 سنين je ne sais pas فين نجم تكون فما un output يفيد voilà يفيد العبد اللي باش يعمل يعيش معك الاكسبيريونس اكزاكتومون ان توكا اللي عاشوا جوسكا ماتنون قالوا هما ما قلتهاش انا وهذاك علاش دازوني معناتها اي واحد نصور ولا يقول لي تاريزون معناتها يدخل بنات ادم معين يخرج ببنات ادم ديفيرون باش ما نقولش باهي خايب شو با دون لا بريتونسيون مي ديفيرون ديما باهي لا ديفيرونس ديما الاختلاف حق ويز بريتك التعليق الرشيقه لي ترانزيسيون اليوم عاتين على جو دورانج ولا اكثر عصرين جو عندنا ما نعصروا عندنا برجا امين ميرسي بوكو اللي كنت معنا نفكر العباد اللي يتفرجوا فينا اللي نجموا يراو تصور امين لاندولسي يتابعوا لا بروغراماسيون تاع الويل سو انستغرام سو فيسبوك تو لي بورتري اللي تراهم وراهم امين لاندولسي وراهم برشا حكايات باش نعاودو نشوفوها من ندوزي معنا في الويل فيستيفال وكي تراها في الشارع زاد سلموا عليه في الويل ما تراهاش يعني ما تراهوني تلقاه غادي ما تنجمش تراه توا حد دونك العباد اللي ترا فينا والعباد اللي يسمعوا فينا قعدوا معنا انتم تسمعوا في راديو مسك 106.9 الحوت عليك نمشيو بوز موزيكا ونرجعوا افيك لو بروشان انفيتي نتاعنا ما تمشيوش اقعدوا نستناو فيكم نستناو فين انت حسيت لو فهمتوني كوش تحب مكوش ومشكي سيج وتهيج لبحر مالكو الهيج دوك العسى تونس ديما صبا درجة وقت ما نفضاش الناس التالي تجبد فيك جد ما نتاش عنك بوت يدروليك بورتيليك ما تبدلش عش في كوشة وما انتحقش ناس سكت تبوني وناس كرتوشة ما ماتتش غباري ساسي بصباتك ديما رفضت لبابو كلاندو القانس في سكوات تحكيلي داري ديكور تابع شيخة تغسل كيلوات طلبت الصبا قد كان سيلوات فرق شقف مش حارف وين مبيت وقتي شفر وسلعة في السوق كان لخراشي ريغي نمزينة أفكاري غام قالها مديدة انزيد قافية مش مبينة You are listening to Creative Voices وفي ميموني je suis technicienne de l'image. Technicienne de l'image, elle touche à tous les métiers de l'image. Mais l'OUL, ce n'était pas un but en soi, être technicienne de l'image. Ce que je voulais faire à la base, c'était l'objectif. Donc tout était bon, donc je suis sortie une école de design, l'OUL. Donc j'ai fait un premier cycle de l'art et métier, où j'ai compris au bout de 2 ans que ce n'était pas un truc pour moi. Donc, entre-temps, j'allais à l'école du cinéma, sous concours. Ils demandaient un bac plus 2. Donc, pour moi, c'était l'idéal. Je n'allais pas perdre ce parcours universitaire. J'ai passé le concours à l'école du cinéma. Et j'ai commencé. Quand j'ai travaillé sur l'image, ça, c'est un truc pour moi. Et j'ai commencé. Bien sûr, j'ai réalisé que c'était un truc super compliqué. Tu intègres un ouïhad où le système est très militaire. Derrière ce côté très féerique du cinéma, quand tu es sur un plateau, c'est vraiment un système très très militaire et surtout pour les gens de l'image. Parce que le moindre petit retard ou faute, tu la payes très cher. Tu risques de ne pas travailler pendant très longtemps. Donc c'était vraiment ce... Et ça faisait partie de ma personnalité, ce côté rigide, strict, des règles bien précises, une hiérarchie bien installée. C'était un truc qui m'arrangeait blgdé. Avec un machouf touche, on a dit une théorie. Pour moi, c'est des chiffres, des formules, il m'est arrivé en première année, deuxième année de spécialisation, j'ai fait un burn-out, c'est beaucoup d'informations, mais
ماهيش relié à la pratique. انا اول ستاج عملته سيتي ان دوزيام اني معناتها كاتريام اني نتسمى وقتها اللي مشيت عملت معاه ستاج قلت له راني بلو بلو معناتها ما تحكي معايا لا تقول لي لا ديا بون دياف على ليميت اما كاب بي ان سي ولا جافر ولا ما نعرفش شنو معناتها معناتها وتعلمت في سور لو تا بعد ما تعلمت سور لو تا للصنعه كما يقولوا وقتها بديت جاسوسي لا تيوري اللي قريتها للصنعه اللي قاعده نتعلم فيها جي في ان تروك مقلوب معناتها. Donc à mon avis, il faut voir s'il y a des formations qui font ce truc, manette, de raccorder bien la théorie et la pratique. Sinon, en termes de hédi wahada ou la hédi wahada, je te donne quelque part. Fitoun, 100% des films sont financés par, bon, je ne vais pas dire 100%. Fitoun, 99,99% des films sont financés par le ministère de la Culture. Plus, qu'en andom zhar, ils peuvent avoir des fonds francophones ou voilà. Belge, voilà. Mais à part le ministère de la Culture, tu meurs. الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. عسلامة مرحبا بكم مرة أخرى. نفكر أن أنتم تسمعوا أختي تفرجوا في راديو مسك خولة يزي ما ضحكنيش. راديو مسك 106.9 في إطار زادة تعادل الفرص والجندر إكويتي اللي احنا نمنوا بها والله مش فاذكر نمنوا بها بالحق كيما لبنى قعدت مع دبل دي أنا قعد مع دبل ضحك خاطر فيديو الأخرانية فيديو ريني الأخرانية نفكر باين رقم ثلاثة vous avez reconnu un tsawer Zainab mais Zainab vous avez découvert Khawla Aslima Khawla شنو حوايدك لاباس عايشك الحمد لله صح شربتكم وميرسي بور لانفيتاسيون يزح عملتهم الكل انا حاسه متربي برشاك متربي برشا كي بديت ليميسيون في اول ابيزود عرفنا سوريز عرفنا بدادي انا انتروديوي ان بو لي les hosts internes de l'émission. Aujourd'hui, c'est une occasion, on en profite de la boucle qui a fait la vidéo pour savoir qui est Zainab, qui est Khawla. Moi, Khawla et Zainab, on a fait un projet, ça a fait une maison d'image, c'est mon vision solidaire. C'était un projet qui était destiné à former des jeunes issus de l'Houm, les métiers de l'image. Pour qu'ils essayent de faire le patient qui a fait les photos, les vidéos, les digital art, etc. un métier اللي يخليهم يراو روحهم دي مانيير ممكن خير العباد اللي تخزر لهم النظره هذيك شكون هما هذوما ولاد حوم وبنات لحوم تكون تتبدل زينب اللي ما يعرفكش ويعرف كان 52 شكون زينب باي انا نرى روحي از فاير بول ديما نعمل حاجات باش نكتشف روحي اكثر ملي انا صغيره ديما عندي برشا هربيت نعمل فيها عملت عندي سنتور روج في الكونغ فو كاو وعندي ودخلت زادة في كلوب متاع ديبا اللي تعلمت فيه برشا حاجات تعلمت نحكي قدام العبيد تعلمت نقنع العبيد تعلمت أهم حاجة إني نسمع باش نفهم مش نسمع باش نجاوب و ان 2018 عملنا كومبيتيسيون ناسيونال خديت فيها the first national speaker في young arab voices الحاجات اللي أنا فخورة بيهم برشا وبي دخلت نقرا business intelligence نقرأ بزنس انتليجنس معناه نعاون العبيد باش ياخذوا قرارات بي في العام الثاني متاع الكورسوس يونيفرسيتير متاعي عملت اني بلانش مشيت فيها الميزون ديماج في الميزون ديماج دخلت الفورماسيون فوتوغرافي قريت عند حامدين بوعلي وامين لندلسي اللي كان انفيتي معنا تو شراوت حامدين بوعلي شراوت الناس الكل شراوت الريم شراوت النادية شراوت الخليل العبيد اللي كانوا في الميزون ديماج الكل وفي الميزون ديماج تعلمت حاجه مهمه على الاخر خاطر دخلت بمايند سيت اللي ملي انا نقرا اللي موجود اللي هو لازم لينا نكون الاولانيه ومن بعد البروجي اللي لم 5 فورماسيون اللي هما فوتوغرافي فيديوغرافي الستراسيون انيماسيون دو دي ويب ديزاين جرافيك ديزاين نلقى روحي لازمنا الاوتبوت نتاعنا يكون ان بروجي دو فان دو فورماسيون اللي يخدموا عليه 30 عبد 30 عبد دونك ادغي بالعبيد اللي سميتهم وعبيد ما نحبش ننساهم زاد كيما تقول انت وس برشا خاطر لو كابيتال هومان اللي كان في الميزون ديماج وتحس روحك عبيد تعطيك في كونستراكتيف كريتيسيزم تجي تقول لك راهو هكا وهكا لازمك تعمل هكا وهكا دونك
في الاكسبيريونس هذيك تعلمت برشا حاجات، دخلت عبد وخرجت عبد، خرجت كملت نكمل توا في الليسانس نتاعي، وديما هاني قلت لك في هذا كل لوج على روحي، وجانفيت العباد اللي تسمع فيها الكل ولا العباد اللي تفرج فينا توا على باش يمشي ويمشي لوج على روحه، شنو شكونك انت، شنو تحب تعمل، شنو هي الليميت نتاعك. دونك هذا زينب، يعطيك صحه، يعطيك صحه زينب. واو واو مانيفيك والله، في السنتور الروج، واحنا اليوم معنا احنا منافيتين بعض الناس ماشيه زاده برشا برشا سنتور روج ونوار وجون وكلهم عندها الكل. زينب فما حاجه باش نسالك عليها من بعد، من قبل باش نعملوا اون بوز تاع موزيكا، و جو بروفيت من بعد كيسيون هذيك نتعداو تعداو الخوله بور لانتروديوير. باش نحكيو على الاكسبيريونس نتاع الفيديو، كيفاش فيش كانت الاكسبيرينس وتصورت وكل شيء من قبل هذا، وانتم تلوجوا على رواحكم وقعدوا اسمعوا راديو راديو مسك، بالك سي تلقاو رواحكم في غنايه من الغنايات اللي نعديو فيهم. دونك نفكر انتم تسمعوا تفرجوا في راديو مسك 106.9 فيسبوك انستغرام يوتيوب تيك توك ديزر سبوتيفاي ديسكورد كيما تحكيت. وقعدوا معنا راجعين مع الديزيام بارتي مع زينب وخولة، ما تمشيوش انتم، انتم متاعنا ومعاملين عليكم برشا زين. نغزر تصويرة الغالي ونقول يا حسرة، رجل اللي تعلي لي فكاري مش نسل مقصرة، عالحيط مكالي واسراري بيباني مكسرة، بيباني مكسرة، ما خديتش من الدار مصروف برشا فلوس مشات في طروف، نمن بالقرآن وحروف، ما بكيتش كي كليت كفوف، باللي عكست الظروف زيد ناسك لترى بالمعروف. أيه I'm just talking about my dreams about my drama. Life can be so different, nobody here tell you how is your mama. Ayyah, I'm just talking about my dreams. Ayyah, about my dreams. Ayyah, about my dreams. About my dreams, about my dreams. I'm just like my name, dude, selling the same mood. Jumping on the beat, telling how I bring food. Eyes don't sleep, mind keep yelling why you change, dude. Love to smoke, not for challenge, just for change mood. Yeah, my mama want you happy, I do some wrong sometime. These people on the street want me crossing all my line. Baby, don't vibe with me, I got some drugs and some disasters. Can't control me, give me the check, I will be fine. I'm not the same, yeah, you can't complain, yeah. I'm falling in love with my drama, I do the shame, yeah. Hout Alik. الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. عسلامة عسلامة مرة أخرى، نفكر أنتم تسمعوا في تعبك منها تسمعوا في الحوت عليك على راديو مسك 106.9. تتفرجوا زيادة فينا في انستغرام ويوتيوب وتيك توك وديسكورد وديسكورد وسبوتيفاي. كلمة هذه ظهرت تعودت برشا مرات، تعودت برشا مرات بعد ما ناخذوا لذيك. شكوني خولة، شكوني خولة برنامج؟ والله انا ما نبعدش برشا على زينب، معناتها سانتور نوار حتى انت غوش لا نفدلك. اما انا زيد عملت برشا هبليت معناتها ملي انا صغيره لتوا، اما توا خوله فوتوغراف وميم طون معناتها نعتبر روحي ارتست ملتي ديسبلينير ولا بلوري ديسبلينير، على خاطر ابار لا فوتوغرافي وليت نعمل في برشا حاجات اخرين كيف ما الموسيقى. معناتها قاعده في الوين ان شاء الله بتشوفوني نلعب موسيقى. كيف كيف زيد وليت نعمل غوتوش فوتو. معناتها بالفوتوغرافي بالحق دخلت بوكو دومين، معناتها مش كان فوتو كها وقعدت. كيف كيف هذا الكل يرجع للبروغرام فيزيون سوليدير اللي كان فوندي بار الميزون دو ليماج و دروسوس سمحوني ان 2018. دونك كنت معاهم في البروغرام اللي هو الايفيزي لي جون نتاع الاحياء الشعبيه باش يخدموا في لي ميتيي دو لار. ومن وقتها بدات الحلم، عرفت كلي عرفت كيف حاجة لوج عليها ولقيتها. يوم انت بديت كلامك بالشعراء والكوتس، دونك انا زيد باش نزيد مقولة اخرى اللي هي ما تبحث عنه بالحق يبحث عنك، خاطر ملي انا صغيرة تصفيق في كيف زملاء في الحافلة بالحق
ملي انا صغيره وسيم وزينب نلوج على حاجه معناتها فيا. وحتى كي كنت نقرا في المكتب فما دي بروف يقولوا لي راك ماكش نتاع ستيل ورقه وحساب واحد مع واحد يساوي اثنين، راك تنجم تعمل حاجه ما اكبر من هكا، وراو تنجم تمشي في اللاغ ولا تعمل مسرح ولا كل. دونك بالرسمي فيزيون سوليدير نلقى روحي في وسط المعمعة المزيانه نتاع الفن والثقافه والحاجات الكل اللي نحكيوا عليهم. وكانت فرصه باش اني توا نخدم في الخدمه اللي انا نحلم بها ونهوستي في معاكم لهنا ولا في الويل وكل. دونك ميرسي بوكو على عايش كاسمانيا والله رانا ما عطيناش لا رشوة ولا حاجة، كلام الصميم من قلبي ولا خولة. فما اللي جاو الكليديسيون الأولانية نتاع الويل فيستيفال نصورهم شافوك أنت وسوريز، كنتوا الهوست نتاع سين دو ميوزيك إلكترونيك. حابين نعاودوا معاك الإكسبيريونس السنة، أما كان دون مانيير ديفيرونت اللي هي أنا بروبوزي الخولة دو سيليكسيوني هي لي زارتيست نتاع السين نتاع سين إلكترو. كيفاش كانت الاكسبيريونس؟ فوالا انا في ليديسيون الاولى نتاع سبتمبر في الويل فيستيفال كنت انا سوريز لي هوست اللي هوستينا لي دي جي. المره هذيا كانت الاكسبيريونس ديفيرونت خاطر انا ما اخترت لي دي جي اللي باش يجيو يلعبوا في الويل في سبرينغ اديشن اللي بتصير نهار 7 و8 ماي في سيتي دي سيونس مدينه العلوم، حاجه ما تنساوهاش. دونك كلمت صحابي اللي نعرفهم من ليزيفينمون اللي نمشي لهم والا اللي قريت معاهم في الفابريك اكاديمي سكول دي جينج سكول بور لي فان. معناتها نحب زاده تحيه للفابريكه اللي هي تعطي ديكور شارات تعطي ديكور بور لي فام اللي حبوا يعملوا موسيقى وكل. دونك كلمت صحابي اللي نعرفهم كيما شكون كيما بدوي كيف ما الياس بالقيده كيف ما مود كيف ما نادي كيف ما سمر، هذوما الكل كلهم احنا شله دي معناتها نسمي روحنا دي زارتيست اندر جراوند. مازلنا ما بديناش نطلعوا في السين بالقدا ويعرفونا العباد، اما قاعدين عرفت كلي نعملوا في حاجه بلوز موا تخلينا نطلعوا في دي فيستيفال ولا في دي زيفينمون بريفي. باهي قبل ما نخلصوا خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، في كلمة زوز كيفاش كانت الاكسبيريونس نتاع الفيديو نتاع باين رقم 3؟ في كلمة ايموشن روتوني مانيفيك. شو معناها؟ شو بيكم بدلتوا صوتكم يا شو معناها ايموشن روتوني؟ في كلمة كهو ولا ليه عندك حق في كلمتين؟ هو ديجا كلمة أول حاجة أنا الفيديو هذيك معناتها كنت متوقع باش تصير حاجة هكيكة، اما بالرياكسيون نتاع العبيد معناتها كنت حابه نحكيوا على لي رياكسيون نتاع العبيد كيفاش تفاعلوا معاها وكيفاش هذيك مش سوريز من بعد سوريز اوكي مريقل بيه. دونك في كلمه حاجه محليها ياسر ديمقراطي هاي ديما كي ايموشن روتونو على خاطر وراها فما برشا ستريس فما برشا موتيفاسيون فما برشا اكسبيريونس تعدت بها معاكم في من الميزون دي ليماج الارك كولتور ستوديو. دونك في هذا الكل تخرج مقعيره تخرج تفادليك، اما هي فيها وراها برشا مش هرجع نحكي داك علاش ايموشن روتوني. باهي انتم ما نغوتوني با فوز ايموشن، عندنا برشا غني بنين مازال باش تسمعوا، عندنا دي زانفيتي اوسي كو زالي ديكوفري. نفكر مازالوا معنا ناورس الخلصي نونيس انيس قليل فلوسي هذاك علاش زاد فما ديكور في برشا فلوس نحكيو مع بعض. اسكو عمل برشا فلوس من فلوسي ولا اسكو فلوس وكلها فيت في فلوسي؟ اوكي نفكر انتم تسمعوا في راديو ميسك 106.9 اقعدوا معنا نغم وطني راب ونعاودوا نرجعوا سوغ بلاتو. كيما ديما نوكيز ماشي ساري سار ولا ميني ميم بديت نشوف فيلم ميني ميني ميز سمعتك مرة شارة تار الكيب يا نو بيكتشرز بليز تاوين جس دي جام شيخونا ليه ليه غني كذيكا ولا انا الشيد عندي فكرة منا تنعطيك لم السيدة كله أساتير خيها وكيكا ولا يزيد فيه فسخ فسخ بين تبشير بلك تحسلي فمخير ناكي الزوما في اما باهرة كاوس الزوني بي يو كم فوق ويرا Tunis loving me, shit is got litter. Get the blood some shit, I'm a transmitter. Nikes on my feet, I'm a ball hitter. Cost is on the beat, you can fuck with her. Tunis loving me, shit is got litter. Get the blood some shit, I'm a transmitter. Nikes on my feet, I'm a ball hitter. Mini shit on my feet, tak yahdith fitter. الحوت عليك كل نهار 4 وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى.
عسلامة مرة أخرى. اليوم برشا جو برشا 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 حكيت وبرشا فلوس. إن شاء الله إن شاء الله الدومين تاع الفن والثقافة السيكتور كله يدخلوا له برشا فلوس خاطر ناقصين فريمون بوكو دو سوتيان وبوكو دو جدي غير دي انيشياتيف اللي ما يتعطلوش على خاطر فلوس، ما يكونوا الكاليتي بتاع الخدمة نتاعهم والعباد هو اللي يخليهم يقدموا. ما غير مزيد نطول خاطر صوت سمعت صوتي برشا اليوم، احنا في ظروف مباشرة نورمال زي سمعت نورمال كاميون زاد احنا تفكر احنا على راديو ميسك 106.9 ليميسيون قاعدة تتصور في البحر الازرق دونك دون لي كونديسيون تاع ديريكت. دونك ديريكتومون باش نطيش لك الكورة تخليك تو انتخدوي نوتر انفيتي احنا فرحانين برشا اللي هي معنا اليوم. فرحانين برشا ما تعبنيك شويه لوس. نورمال حتى انا فرحانه اللي بحذاكم حضرت معنا وشفت كومون سباس في الاستوديو. نورس نونس كي باش نحكي نونس نونس فوالا وقلت لهم راهو قولوا لي كيفاش تنطق نونس. اوكي بيبي نونس هاكا بالتونسي نونس 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 نونس. دونك نونس بيان سور اللي يعرفك يمكن واللي يتبعوا فيك سورتو على انستغرام يعرفوا اللي انت بين السبور وبين الموسيقى هذوما الحاجات اللي اكثر معروفين تتر شويه موديل. كان تحكي لنا جوستمون خاطر اللي كان واضح في الكارير نتاعك هو البوكس. احكي لنا ديجا جيت بالسبور بالبالماريس هذيا الكل عندك دي عندك في البوكس انجليز دي تيتر عندك في كيك بوكسينغ الغرام هذيا من وقتاش بدا ديجا البوكس مليون صغير قداش عمرك مليون صغير على الاخر كنت عنيفه برشا داكور عنيفه من صغره مي اون فيت نعم برشا حاجات خاطر الانسان يجم يلقى في روحه برشا حاجات يعملهم فما عباد تربط روحها بحاجه برك وتكبش كان في الحاجه هذيك لوكو تنجم تعمل برشا حاجات محليهم في نفس الوقت وتنجح فيهم الكل زاد دونك اكزامبل انت اكزامبل خاطر جوستومون كي حكينا زيد مقبله اللي يعرفوه العباد انه نورس ظهرت لنا في الموسيقى في وقت الكونفينمون هذيك وين العباد تعرف. مي انت قلت لي ليه راهو من قبل لنا نكتب من قبل لنا في العائله عندي بابا يسمع هيبوب تربيت على اغنيه هكاك وكل دونك الغرام هذا من الاول انت مفقتش به زيد بيان سور هي حاجه جديده اي واحد يبدا يكتشف الحاجه بشويه بشويه معناها وحاجه بيه اللي هو اكتشفها خاطر فما عباد تشحي تاكل ما تعرفش شنو هي الحاجه اللي تحبها شنو الحاجه اللي باهيه فيها فهمت كيفاش كنت صدفه انت باش اكتشفتها الحكايه هذيا اللي صدفه اللي انا نكتب مليانه صغيره نكتب مي كتيبه معناها حكايه مثلا صارت لي حاجه حسيتها نكتب مي مش نغنيها فهمت بشويه بشويه بديت نحط معناها بيتات ونغني عليهم نكتب عليهم واللي تنكتب ديريكت نحط الموسيقى هي اللي تجبدني معناها تعيشني القصه ولا نحس حاجه دونك نكتب في موسيقى ومن بعد وليت نصب دونك كيفاش تعديت هاك المرحله نتاع اي ما عادش مانيش نقعد وحدي بيني وأوراقي وستيلواتي خل نصب احنا كنت نقعد معناها انا وصحابي ان شاء الله هما معناها يعملوا موسيقى فهمت دونك يعرفوا لينا نكتب وكل هيا نورس هيا وقتش نزوك تصب هيا نعملوا فيديو بلاشنا ريل على الانستغرام بلاشان دونك بديت بريل على الانستغرام انا وبلاك روز يعرفوا لي جمعنا في الوين دونك هبت على الانستغرام شوف كومنتريت وفيويت وتعرق على الدنيا غلط علش لي معناها وبلوس خرجت حاجة مزينة معناها كتسمع حاجة محلى على الاخر فهمت صوت موجود الكتيبة موجودة فما حاجة مزينة ومحلاك تسمعها وتحسها معناها معايا فهمت موزيكتي سبيسيال حاجة مش معناها موزيكا فارغة كلمتين نسمعوا فيهم معناها في التراكات متاع برشا رابوريت ولا برشا نجمش نسميهم دي زارتيست وعني نفس الكلام يعودوا فيه ويكارتوا فهمت ألوغ كو الموزيكا فما عبيت توصل بها دي ميساج فما حكيت مثلا عبت تحسهم بعرش يخرجهم دونك يوصلهم بغنية موزيكا بحار كبير فهمت وين الملولي فيه ديما لسبري بيان سور فريمون سي اون باتونت نورس تحب تسالها حاجه لا انا حبيت جو روبوندي على بحر كبير تقول فما بالين وبحر الازرق بعد صحيح كل مره تبلس نحب نكمل معاك في الموسيقى نورس قبل ما خاطر نحب في البارتيتين نرجع نحكي شويه على السبور وعلى الانفلونس تاع السبور على الكارير نتاعك زاد في الموسيقى بيان سور كيفاش كانت الاكسبيريونس نتاعك في الويل ولا بون
اول مره غني في فيستيفال معناها اكسبيريونس تاعي على الاخر محلاها كنت فامي معناها ناس كل نعرفوا بعضنا ناس كل تريسبكتي في بعضها تعديت عسين معناها الاكسبيريونس محلاها على الاخر معناها جاو برشا عبيد برشا عبيد خرجت برشا لوف برشا انرجي معناها جاوبت معنا العبيد فهمت اون بلوس حاجه جديده اللي خاطر الموسيقى نتاعنا توسكي راب ولا افرو ولا اليوم مش عاطينو قيمه كبيره فهمت معناها شنيا فما دي بلاتو في التلفزه تجيب لك كابتشينو كابا فما دي راديو تجيب لك كان كابتشينو كابا والباقي لي زارتيست اللي عندنا دي زارتيست صحاح ومش موجودين فهمت دونك لوي القاعده تجيب في العبيد اللي لازمهم يطلعوا ولازمهم يوريو وجوههم في الموسيقى فهمت يعملوا في موسيقى صحيحه مش في كا فهمتك ريسبكت للعبيد اللي قاعده تعطي في فرصه كبيره لويل برشا ديزارتيست معناها فهمت اندر جراوند معناها فما عبيد تحب تطلع تحب توصل صوتها معناها موسيقى تستحق تسمعها العبيد الكل مش كان تقعد تغني لصحابك ولا فهمت دونك ويل قاعده تعطي في فرصه كبيره لبرشا عبيد معناها برشا ديزارتيست قاعده توصل لهم في صوتهم معناها يعني جو بونس جوست باش نكمل على كلامك اللي الفرق انه فوالا معناتها حتى اللي يغنيوا عندهم فيوز وملايين والاف مش كيما زيد لا سين وكيما البيرفورمانس اللي هي مش متاحه للناس الكل وا وا اكزاكتومون اقعدوا معنا ما تمشيوش نفكر انتم تسمعوا في راديو مسك 106.9 باش نرجعوا مع لا دوزيام بارتي نتاع الانترفيو نتاعنا مع نورس نتزيد جو بروفيت للعبيد اللي تحب تعاود تفرج في البيرفورمانس تاع نورس في الويل فيستيفال ولين يدخل على شين يوتيوب نتاعنا فما طول لي كونسير كلهم تعديوا وشوفوا كيفاش كليت السين اقعدوا معنا كما قلت لكم موسيقى ونعاودوا نرجعوا انتم تسمعوا في وسيم ولبنى زيد عاود كيف نبدل الحوت عليك على راديو مسك 106.9 سنعود الحوت عليك الحوت عليك كل نهار اربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى عسلامة مرة أخرى عودت يوم قديش طب برشا ما نقلقش منها انتم تسمعوا في راديو مسك 106.9 تترجوا فينا على انستغرام على يوتيوب على فيسبوك ACS وراديو مسك رجعنا معك نورس تحب نسألك سؤال كيل سون لي فالور اللي في السبور اللي نورس تمن بهم ويتابعوها في حياتها كسواء في الموسيقى ولا في الاكتيفيتي اللي تعملهم شنو هما لي فالور اللي نعرفش اللي يزيدولك ولا يتمن بهم اللي يخرجولك من السبور باهي السبور يعطيك برشا ثقة في النفس يعطيك مخ قوي وما يخليكش معنا حتى في الموسيقى ولا في السبور ما تقفش على حد شيء معنا ريت قد ما يكون قوي تاكل ما تقفش خاطر مستينس سورتو معنا نعم بوكس معنا باش تيح باش تعاود تقوم فتخلي حد شيء يوقفك معنا عندك شخصية قوية عندك راي توصلوا بكل معنى شجاعة وبكل حرية وبالرسمي معنى يعطيك برشا انرجي وبرشا قوة معنى بالرسمي قوة برشا قوة والموسيقى تستحق حاجة كما هكايا فهمت معنى سبور يعاون برشا في الموسيقى وبلس ما تنجمش تقول كل حاجة معنى واحدة اختر كل حاجة عندها علاقة بحاجة أخرى فهمت وبلس حاجة سبيسيال زادة تعمل بوكس وموسيقى حاجة محلية على الأخر سورتو لازمك جرحة في الموسيقى لازمك تكون زيدا مش معناها بوكسورة معناها مش فماش حنية في الموسيقى الأخرى اشتغلت تراكيتي كل ترابسون معناها برشا فيلينغز برشا فما الانرجي فما الشنعة فما الحاجات السوفت معناها تحبني سوفت أكين بي سوفت تحبني هارد أكين بي هارد كل شيء باز وين وين تحب تلقاني معناها ديسبونيب تبركال عليها أين يمكن باش نهزها الموندو آخر خاطر مش كان البوكس ومش كان الموسيقى نورس جارحة فيهم في التمثيل في الموديلينج وعرفت حاجة جديدة لو دوكيومونتير احكي لنا نورس على هذا بون فما برودكسيون من دنمارك اكتشفوني 2017 مشاو معايا الارجنتين شامبيونات دو موند صوروا معايا في تونس في الارجنتين جاو ديرنييرمون كاملو صوروا معايا السنة ان شاء الله خذيو معايا لوكين برودكسيون اللي باش كاملو صوروا معايا السنة عام كامل دونك بعدها ان شاء الله يخرج دوكيومنتير نورس الخالصي موسيقى بوكس
معناها بلادنا تونس، معناها وصلت تونس للدنمارك والبرشا بلدان اخرين باش يعرفوا معناها بلادي شنيا فيها، بلادي شنيا كان فما قبل الثوره بعد الثوره، شنيا فيها دي تالون، شنيا نجموا يعملوا التوانسه، وين نجموا يوصلوا التوانسه. معناها تصوروا في حومتك في الدار في الحومه باختو تبعوني اصحابي العبيد سالم تاعي اللي كنتش متاعي حكايتي فهمت. دونك مهما كنت وين كنت راهو صوتك ينجم يوصل، انت اللي تنجم توصل روحك وين تحب انت معناها فهمت. نو ليميتس. ميرسي على لي ميساج هذوما، انا حسيت روحي حاب نبوكسي. والموديلينغ ماخذ بلاصه كبيره ولا حسيتو هو اللي ضايع بين هذوما الكل؟ اسكو من الوقت ما فماش برشا وقت ولا اون فيت مش وقت؟ بيان سور مانيش باش نخدم الحاجات ما يعجبونيش، كي تجيني اوبورتونيتي باش نخدم حاجه مع مارك باهيه ولا مع 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 حاجه باهيه بيان سور باش نكسبتي فهمت. دونك ولكن فما حاجه بيا نكسبتي فيها ديريكت ونخدم معاهم قاعد نخرج في حاجه مزيانه الحمد لله. معناها واحد يعمل في برشا حاجات ولقي يروحوا فيهم فهمت. دونك عندي بروفيل بيه كيعملوا لي التصويره الشيخ عليها على الاخر حتى البرودوي نتاعهم يخرج محلي كاو. دونك شوي لا اوكي قلهم في الكاميرا جو سوي لا سوي لا الكاميرا. انا جي ديكوفير نورس في دي فيديو قبل كانوا يخرجوا في مع لا مارك سونيا في افريقيا مع مع نسرين. نسرين نسرين سلموا عليها نسرين. سلموا عليها سلموا عليها برشا يتبع فينا برشا. شيت لافريقيا اي شيخه شيخه شيت لافريقيا نفكروا احنا زاده في القاره الافريقيه تونس ساعات اللي ينسوا نفكروا. نورس قبيله وانا وانا نحكي نويك في الاوف قلت لك شنو الحاجات اللي تحبين نسالهم لك معناها ابار اللي احنا محضرين ليميسيون تاعنا. فما اون كيسيون انا تظهر لي باش نسالها في 2022 تظهر بيزار شويه، مي اسكو اليوم اون فام فاخت اللي هي تترين او تعمل موزيكا ولي ميوتي تالون اسكو في الشارع كيفاش كيفاش تقبلوها العباد في الشارع؟ بون فما برشا عباد في الشارع محلاهم على الاخر تسيبورتي معناها ساعات نشوف معناها قداش العباد تحبني فهمت. ساعات نشوف قداش العباد تغير كيفاش طفله واصله لهذيا الكل معناها مش معناها هي تغني وتبوكسي معناها. فما ساعات نبدا قاعده رايد على روحي يجي راجل ما يشري لي مشكله عليه يقول لك كذا يا بوكسوره فهمت خلي نجس روحي معها فهمت. عنده موقد نفسيه ساعات تلقاهم دونك انا ينجيلو يا ينوري قداش هو معناها مش باش يقدروه فهمت. دونك انا والمود نتاعي نبدا فرحانه باش نضحك عليه كي نزيد نغزلو ونمشي على روح نبدا متغشى باش ندم على نالي برباش نجي. دونك معناها ساعتي سبورتيو معناها نسبه كبيره نتاع عباد اللي نشوف فيها محليها معايا تتصرف وتفتخر بيا وتشجع فيا وما تغزرش طفله طفل معناها نشوف فما عباد متفتحه معناها وتدز فما عباد معناها الاكثر حتى نسير أو ساعات معنى مرة نحكي لك حكاية مرة صارت مشكلة أول مرة نحكيها هذا زوز رجال من الأخر معنى حب واحد يضربني دونك دفعت على روحي يعني. كي دفعت على روحي رسات لي في قضية مختلفة دونك القاضية قاضية ذي معنى قاضية ومتثقفة وقارية ومرأة قالت لي كيفاش تضرب رجال عيب قالت كان جيت مرة دفعت على روحي معناها يعني هو هز يده وضربني فهمت. كي دفعت انا على روحي وليت كيفاش طفله تضرب راجل هذا قاضية معناها وجاوبتني هكاي كيفاش تستنى ساعات تقول مواطنين عاديين باش يجاوبوك وباش يفهموك. مي انا ما نشجعش على المشاكل وعلى العنف بالعكس انا كالمه على الاخر ونعرف روحي شنيا وعلى شنيا قادره دونك نخلي العباد تحكي ونخلي العباد تتكلم ونجاوبهم بالخدمه نتاعي معناها قد ما العباد تعطي هي قد ما نوري انا قديش نجم نوصل نزيد خليهم يكرهوا. فما اللي من كثر ما يحبوا يكرهوا فما اللي يحبوا اللي انا نحبه مش نورمال هما اللي يقعدوا يدزوا فيا معناها الانرجي نتاعي جاي من العباد اللي تحبني بيان سور. مانيش باش نقف مانيش باش نقف حتى ما مش نكملك حاجه جو سي ديزولي باش نكملك حاجه رابيدمون على خاطر ما نجمش نفلت الحاجه هذه خاطر الميساج قلتوا لي قعدت في مخي انه في الحاجه اللي ما تحبش تعملها اللي معناتها تحب تعمل عكسها انه لا ترانسميسيون انك تشجع اللي اقل منك واللي يتبعوك دونك فوالا هذه حاجه امبورطون تاع الاخر اللي انا نحب نحكي في موضوع عندي برشا اصحاب يعملوا موزيك ناس كل تعرفهم وانا نعرفهم وما يعرفوا روحهم شكون
بيكي كانوا ما عندهم حتى نيفو في الموسيقى وما كان فما حد يسمع فيهم، معنى عندهم 300 عبد يسمعوا فيهم اليوم، هذا اللي انا معودتهم 300 مرة نسمع فيهم. ريتكي عملوا اسم، معنى عملوا نوبغاك على اليوتيوب، معنى دوفو ما عادش يكلمك، ما عادش يقول لك عسلامة، ما يقولش راي نورس عاونتني ولا دست معايا، ليه يحكي مع بالبسم البرود جديدة اللي وقفت معاه، عطاته البوش الاخر، عرفت ها انت هاي سيبو هذي راهو هو اللي عاوني، ما يغزرش معناه العبد اللي وقفت معاه. حاجة اخرى، اللي يوصل ما يعاونش اللي مازال يحارب باش يوصل، بالعكس يحاول يطفيه، باش يقعد هو في بالو شد البلاصة جملة لوكولي، معناها تعال برا تلقى ديزارتيست ديما يحط كعبتين ثلاثة معاه، معناها صغار ديزارتيست طالعين ويعاونهم ويحب يوصلهم، فهمت؟ في تونس ليه معناش منا، علاش؟ علاش ما تعاونش لاعبين؟ أنا باز نعاون ونقول حاجة أخرى، اللي ما تستحق حتى حد باش يعاونك، خاطرك راك تنجم توصل وحدك، فهمت؟ معناها مش لازم باش يعاونك ولا باش تطلع كل تيقف تقول امبوسيبل باش نوصل، راه وحدك تنجم تجيبها وتنجم تقد. برشا انسبيراسيون ومايندسيت ياسر انسبيرون. ميرسي بوكو نورس اللي كنت معنا. انتوما زادا ميرسي بوكو اللي تقعدوا حتى لتوا تسمعوا فينا، ما تمشيوش نمشيو البوز موسيقى. عندي شاراوت صغير، شاراوت لعائلتي ولصحابي وكازيد البرودوسر نتاعي، خاطر فما عباد تنسى شكون اللي صور لها وشكون اللي صب لها وشكون اللي سجل لها، دونك يستحقوا مساج، يستحقوا شاراوت. يعطيكم الصحة اللي تقفوا معايا، وزاد معناش تال الخدمة عندكم انتوما مش كان عندي انا برك. شاراوت برشا ليهم. انتوما نصور الباساج بتاع نورس ماكمش بتنساوه، الى ماركي ليميسيون. نمشيو بوز موزيكا ونعاودو ونرجعو مع انيس قليل فلوسي، مع سوريز ومع دادي اللي بيكملوا بيهم لبعضنا لا تخوازيام بارتي. سنعود راديو مسك 106.9. عوم بحرك مع سوريز. الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى. عسلامة، برافو للعباد اللي قاعدت حتى لتوا تسمع فينا. انتم مفكر انتم تسمعوا في الحوت عليك على راديو مسك 106.9 كل نهار أربعة وكل نهار جمعة من 9:30 الليل. تصوروا قايد سوريز سور لو جاتو. لا سوريز. سوريز شنو الجو؟ هلو هاي. دونك فرحانة أنا اليوم، فرحانة خاطر جايبت لكم موضوع باهي هكا، ودونك باش نحكي لكم شوية على النوفوتي نتاعنا في الميديا. هبطنا في فيديو جديدة على ACS Club الانستغرام تاعنا. الفيديو هذا اسمه بيان نمرو 3، ديجا تلقوني فيها انا وبرنات وزينب اللي شفتوهم معنا من بكريكا. دونك الفيديو هذا تشكيناكم شوية على الاوضاع، وممتن حكينا في برشا 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 مواضيع مهمة، على سبورت بتاعكم قديش ينجم يكون يعاوننا، على كعبيت البورقدين اللي فوق الطاولة اليوم، على برشا حاجات معنية بالرسمي ينجموا زادة يعاونوكم باش تفهموا what the fuck card، كيفاش احنا قاعدين نحطوا الفلوس متاحة وين باش يمشيو، كيفاش قاعدين نحاولوا زادة نعاونوا لزارتيست بعد بالفلوس اللي باش ندخلوهم. دونك نشجعكم تعملوا طالة ساعة الفيديو هذية، ماكسيموم تاع سبورت وتاع بارتاج، على خاطر it's important to us انها تتشاف، it's important to us انها تسمع الحكي زيدا اللي حكيناها، فما ميساج كي باس افيك. دونك تفرجتوا على الفيديو، اعطوني رايكم على مهاراتنا. تبارك الله عليكم. ساعة لي بيرسوناج لي 3 بيرسوناج لي 3 موسكوتير اللي حطيتهم وسيم، فريمون تبارك الله عليكم. ان توكا انا نحب جو بروفيت نقول للعبيد اللي ديما قاعدين يحطونا برشا دي كومونتير على الفيديو، كو سوا انستغرام ولا يوتيوب، اعطيونا رايكم في الفيديو، اعطيونا زيد اكتبوا لنا شنو فهمتوا منها. فما تشالنج حابين نعملوه، هو سي با ان تشالنج، مي حابين زيد معنا نشكروا العبيد كي اون بارطاجي لا فيديو، معنا الفيديو على دي باسي 12000 تاو 12000 فيو، نحن ما نتابعوش بالفيو، اما سي ان شيفر زيد امبورطون بور اون فيديو دي qui essaie de sensibiliser l'abeille dans l'importance de soutenir l'art et la culture indépendamment de ce qu'on a dit. On a dit qu'on 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 a dit
واحد من الايفنتات الكولتوريه اللي لازمهم بلزق معناها ما نحبوش زاد الضوء كله يكون علينا احنا مش هذا لو بلوز امبورطون. سامحني سيد مخشاني زيد قربت الميكرو زميل في الحافله قائد الحافله مولع ديديكاس مولع الحافله بنمولع للحفله. دونك حبيت نقول اللي الفيديو هذي صحيح هي ماخذه بوكو دو امبورطونس مي راهو الامبورطون اللي vos commentaires, vos feedbacks, les retours que vous avez, retournez à l'Instagram, retournez à la YouTube, partagez vous aidez des stories, ça vous remonte tout, mettez-vous allez je t'abuse le loué, le kenji le loué, le quoi, le quoi, le حاجة اللي تخليكم تحبوا تعاودوا ترجعوا للوي. نحكينا احنا قلنا وحكيت سوريز اللي الوي من نجم يتعمل كان ما ناخذوا 2000 مو بس سي سا ا partir من 2000 فوق ومن بعد عاد يوليو عندنا أفرويت وفازي تجدد مع 3000 ممبر 4000 ممبر كل مرة دونك بشي تحالو بيبين أخرين في وجنا certainement فما حاجة أخرى نحب نقولها بربي جو تيان لدير معناه الحكاية دي إنو أبار إنو الفستيفال ما هو جوست فستيفال أو الفستيفال أبار كل شيء هو كوميونوتي هو عبيت عندها فيزيون معينة عندهم بيوت معين عنا طموحات معينة دونك توا وين جيت الفرصة إن نلمو بعضنا كارتيست ويت إن نلمو بعضنا كعبيد تحب تتبع إن نلمو بعضنا كديجون أمبيسيو كبار أمبيسيو ما فهميش معناها دونك هذه حلمة مشتركة للناس كل تابعونا معناها تابعونا توا إن شاء الله بشوي نخلطو لهم 6000 و 3000 ونجمو نقدمو به البعيد اكزاكتومون وزيدا نحب نعمل هكا كلان دوي صغير للعبيد اللي خرجت حكيت برشا على فيسبوك نهار اللي سمعت براديو مسك تسكرت حاب نقول لكم كوكو وينكم رانا راديو عاودة حلت كيما الويل زاد راديو مسك مستحقة للعبيد الكل يقفوا معها خاطر اليوم اي بروجي كولتوريل راهو سي ان بروجي امبورطون يزيد البلاد يزيد للعبيد تسمع فيها ويزيدها هي معناها باش يخلي ليكيب اللي تخدم وراها الكل ويكملوا خاطر زيد هما عبيد عاطيه من وقتها وعاطيه من الانرجي نتاعها يكونوا على قد الكلمه اللي عطيتوها وقتها تسكرت الراديو وخاضت الدنيا على فيسبوك وعلاش سكرت وكيفاش وعلاش ها اليوم حلت الراديو احنا وني كان كون بارتي منها معناها نعطيو رواحنا زيد الحق اللي باش تحكيو باسم الكيب نتاع مسك خاطر هما سي دون بارتنير شو سبورت هذيك شو سبورت شو لوف شو لوف شو سبورت شو شو كليب زيد مزيان شو ماني نحب نشوفو مقبل ما شو ماني نمشيو نسمع موسيقى فما شكون بيجي يحكينا على الماني اكثر واحد يحكي في الماني في تونس انيس قلال لا ستارت اب فلوسي وقعدوا معنا نمشيوا نغم وطني ونعودوا نرجعوا كالعادة على البلاتو ما تمشيوش سي لا دانيير بارتي دو ليميسيون مزيدا دي زيدا سنعود وقعدوا معنا انتم تسمعوا في راديو ميسك 106.9 الحوت عليكم والحوت علينا والحوت على الناس الكل اللي تسمع فينا خلوق فادة ماني شي كالعادة كنت واري بانا صوت نخمم في زيادة شيطاني يتبسم وملايك توجوها مادة هبط الكياس ما نحبش نمشي على المادة مشكلتنا مادة اي برشا مادة وانا مشكلتي ما نتقبلش وما عنديش عادة ما نحبش بيرو في اللاك وما نحبش عيادة تعلم من بلاصتك ومفاعل وعطي اللي فادة خرم في البرادة عم سو فاكن بادو باش تلقاني في ليستة الناس اللي في بحثة شادة حاجة جديدة عليهم بازيزي من البلادة وفرق بين اللي شي تعلم واللي جاي باش ياخذ شهادة نو تتعصر بيناتهم وباش تتاكل ناي برشا وجوه ما كل بنفس الزي نحب نموت مرتاح ما نحبش نعيش بي فشلت حي على ولدي المفيد تتنفس حي ماي صحرا خرجنا المانا وفر قعيد ورا فاكا ميت ناس ما فهمت حد شي all shit that ass كافي you're just a fuck shame سخنت فريستال في 45 شي شو يقيموا فيك سيطيحوا فيك يشبوا فيك سيضايقوا فيك يقردوا فيك يصوب عليهم بحث كراب مش يريقوا فيه جوست مفيقوا فيك بيش قالوا حشال اللي يضايقوا فيه خاطر مستوي وبعيد علي سايقوا فيه مو مش قاصد كيف وزاتي عاوجوا فيه واحكي في اللي تفهم في لاش الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى عسلامة زعما سرحت
تاع المخ مش بلاصه الوانيس اللي صراحه نفكر العبيد اللي يسمعوا فينا قبل ما نسرح اليوم يسمعوا في راديو مسك 6.9. الحوت عليكم بالحق, الحوت عليكم اللي قاعدوا يتفرجوا فينا وتحملوا زماري هنا حتى لتو. اما خاطر غير تفهم شكون حط في الكومنتير في اليوتيوب حقه مش وسيم ينمي حقه لو جاي ومخك عجزة برجو ليل وليد هاي انفيتاسيون كنا بجيو تعملوا بعدين تعملونا نفرحوا بيكم نتابعوا فيكم نتابعوا برشا في البوبلي شاراوت البوبلي وإن شاء الله شاراوت زيدا نسمة زيدا خطر هي البوبلي طوى دخلة بعضها شوية لحكي تصور العبيدة على ديجيتال يعرفوا شنو نحكي أما منيش بش نهرب نرجع مع الانفيتي متاعنا أنيس. أنيس فلوسك فلوسكم فلوسكم فلوسنا فلوسنا مجموعة الوطنية مجموعة الوطنية شحوي لك انيس تري بيان تري بيان اليوم معناتها نشوفوا في هكا فيتيس سوبيريور ماشيه في الدومين نتاع لي بايمون والا معناتها كل ما يخص لا ديجيتاليزاسيون دي سيرفيس بمشاكلها ما بالحاجات الباهيه اللي فيها واحنا في قلب المعمعة هذيك راه نسي دو سو بوزيسيوني ونشوفوا وين المشاكل وشنو نجمو يكون عندنا من فالور اجوتي ريال اللي اهميه كلها تكون شنو نجم نزيدو فالور للعبد نتاع كل يوم معناها مش لو سيكتور هكاك ديكونيكتي من المجتمع سي دو تروفي اون فالور اجوتي ريال اترافير لا تكنولوجي والفهم نتاع كيفاش المارشي يخدم. قبل ما نغطسوا في الفلوس معاك نحب نسالك انيس شكون انيس قليل شنو الباسبور نتاعو انت شكون اللي ما يعرفكش؟ انيس قليل مواطن صالح 27 سنه دونك كوفونداتور نتاع ستارت اب تاع كون هي عند البرودوي فلوس قبل هذاك معناتها قريت في تونس من بعد مشيت قريت انفورماتيك بزنس في امريكا تغرمت برشا بالتكنولوجي اما معناها كان عندي زاد غرام كبير بالكونتينون معناتها افريكان البارتي كولتوريل هذيك خلتني جيسي دو فير هكا لي دو موند هذوما معناها نتاع التكنولوجيا ومتاع الثقافه وكل اللي يخص الثقافه في افريقيا والكونيكسيون بين تونس وبقيه الدول خلوني معناها نعمل دوره في عديد البلدان غادي شفت انت اوتر معناها الكل ما هو يخص التكنولوجي فينانسيير متطور برشا غادي وهذاك اسكي ما انسبيري باش توا 2018 روحت وبديت نخدم على البروجي هذا هذا ان غرو معناها الموتيفاسيون ديما تكون معناها ليه بالتكنولوجيا اللي انا مغروم بها برشا من قبل ما زاد بانك تشوف ريالمون ان امباكت كونكري وتخلق حاجه من عدم اي سورتو لا جيمناستيك نقول كي واحد يكون معناها في اي دومين نتاعو من حتى شيء يخلق حاجه ما زاد ابار معناها المشاكل ولا الصعوبات اللي يلقاهم في المارشي نتاعو يزو ديمارك كوميم ويلقى روحه وهذاك الشيخه وين تجي دونك نعرفوا المشاكل ديما في كل واحد نجم يحكي عليها اون ايساي توجور دو دير هاو شنو اللي نجم يتصلح مي في الاخر كي تماركي بونتو تحس بحاجه تبدلت هذيك هي اللي يخليك ديما تقدم سواء دومين ارتستيك ولا دون ليكونومي تيك اللي هو معناتها الفلسفه هي بيدها فينالمو برشا فلسفه برشا كلام تريز انسبيرون معناها انا سي غار باش نحكيو على الكونتينون افريكان ما خاطر نصور برشا تونسي نسو كونسيدير بو نسيو اليوم في الكونتينون افريكان اما انا نسيت اللي انا لبنى شاهد روحها مقبله تحب تسال حجرات ليتك هو ماكا قول امين باس افيك دراو ليتك شفتك مقبله نقعدوا في الاجواء الكرويه ليفربول ربحه هذا ليفربول تلعب غدوه صح ما ربحه ديجا لا ما لا ما قالوا ليش تلعب غدوة تشامبيونز ليغ جوست انيس انا مقبلة كيف حكيت معاه فما قلت له بربي انيس كل مرة نتقابلوا احنا باش نسألك شنية صعوبات والعراقيل وشنية التحديات والأوبورتونيتي لا جوست انيس وقت اللي احنا نصور ونخدموا عنا لي زارتيست بحذينا وكل انيس يرى فيهم قال يرى فيهم ناس كي اون بزوان دو مي سيرفيس كي اون بزوان دو سيرفيس ادابتي خاطر الناس هذوما ما نجموش يبيعوا لوغ سيرفيس لبرا ما نجموش انيس بالنسبه للناس اللي تسمع فينا حتى لا كوميونيتي نتاع الغاب نتاع الاندر جراوند الناس اللي تخدم بصنعتها بمخها فلوسي سا ابورت كوا كوم سوليوشن ريالمون طريقه بسيطه جوست تشالنج باش تبيتيها في دقيقه في دقيقه درج برشا
هي شوف احنا بدينا بكونسلتاسيون واضحه فما عباد اكسكلو كاريمون من السيكتور فورميل هذايا سواء معناتها لي سيرفيس بانكير ولا لي سيرفيس فينانسي فلوسي هي محفظه الكترونيه ودي سيرفيس معناتها سوبر اب فينانسيير اللي تحب تحل هذايا باش يولي اكسيسيبل للناس الكل شكون اللي نجم يوصل وكيفاش ينجم يوصل والكاليتي نتاع السيرفيس اللي يوصل دونك اليوم معناتها بور بروندر ليكزامبل معناها دو كيلكان اللي عنده رو تالنت ولا عنده في مخه والمشكلة متاع البزنس وكل تقلقوا دونك اليوم لو فيت دو دير راهو نجم نمشي للبنك اذا سالاري اقل من اكس ولا عندي كونترا ما هوش مانيش مرسم ولا اي سي في بي متربس ولا كذا بوكو دو بانك ولا ديتابليسمون يرفض باش يدخلك في السيستم دونك من غادي تلقى روحك تخدم طول في الباراليل وهذايا ما يشجعش انه العبد يساليني انه يدخل يولي يخلص التاكس نتاعو يولي محمي سورتو كي نحكيو على سي ان اس اس وكنام يولي كي يجي كونترا يدخلوا واضح معناها دون دي كونديسيون تحميه هذا كله مهم ياسر دونك او ميم طون تنجمش تقول له عادي اشتر وقتك ولا 80% من وقتك وانت تجري وراء الاداره دونك خدمتنا الكل سي دو بروندر سا معناها اون كونسيديراسيون ونحلوا دونك اليوم في فلوس تنجم تحل ان كونط بانكير من التليفون اختاك من البنك وما تمشي ليش كل شيء يصير في وسط الواحد لو كونط اللي غراتوي فيش فريت تو نوت كونط فيش كذا دونك اعطي روحك لي زوتي يولي عندك فاش تتعامل كي يقول لك واحد مثلا لونفوا دارجون يتخدم اون انستونتاني فماش راني بعث لك كامل فلوس ما دخلوش وكل حكايه الكل واللي يعمل في لي زورد دو فيرمون في السياج والله فوالا دونك راهو هذا كل اللي بوسيبل فينالمون لا تكنولوجي لو بيرمي اون اسي جوست دو لو ديموكراتيزي اترافير كل غراتوي وخلص كي تستعمل ومن بعد بيان سور هذه السكوليت نحبوا نبنيو عليها الحاجات الادابتي كبيره مثلا كي نحكيو على انك تكون عندك حاجات في المارشي التونسي من بعد تلقى برشا جيمناستيك نتاع يجي يخدم مع مارشي الانترناسيونال يلقى روحه يعمل فيهم الكل معناها عنده ولد خالته كونت لبرا ولا هو يدخل في الريسك ويجيخ فاهم هذا كله سي اون ايديوكاسيون كيفاش تحمي روحك كيفاش تستعمل لي زوتي اللي عندك باش تكون على فوا دون لو سيكتور معناها منظم باش ما تبقاش روحك من بعد تمشي تبحث خاطر وصلوك 200 يورو مع لازمك فاكتور اتسيتيرا فما دي ميكانيزم قاعدين تخلقوا في البلاد اللي اون اساي احنا دو روندر سا بلوز اكسيسيبل كيما لي ستاتيو مثلا جدد نتاع اوتو انتربرونور اللي تتحط اون بلاس اسمع قراو فوت فلوس كفيت قبيله راه عطيتك درجه ديجا فوت ومازلنا راه نفكروا العباد اللي يسمعوا فينا خاطر انيس الكليم يقول فيه اللي تخي تخي انتريسون ديجا هو عنده رول كبير يعمل فيه سور لي ريزو سوسيو وقاعد يثقف العباد ويفسر لهم لي كونسيبت هذوما اللي صعاب علينا احنا شويه فلوس وكيبتو و ليغاليزاسيون اوراق ودرا شنو وابليكاسيونات من داخل مداخل سهلين من داخل سهلين حتى من برا كان بشويه فهم يولي سهلين اقعدوا معنا مازلنا مكملين مع انيس نمشيو بوز موسيقى ونعاودوا نرجعوا راديو ميسك 106.9 حوت عليكم انا راجعين ما نقدر ما فهميش هاد سيجار بلاش من فضلك يزيد فضلك هاد سيجار بلاش من فضلك يزيد فضلك هات سيجار بلاش من فضلك لايكوني جانج يزيد فضلك هات سيجار بلاش من فضلك لايكوني جانج جينا شم فوق الحمام برا انتي وسطلك برا انتي وسطلك جيب شكون يستا وسطلك جيب شكون يستا مبتلك كلي تشوت خاني نشوف باتا وسطقك باستا وتسلك صفالو ليت باستا وتسلك تبارو لي مش باش نسلك تعامو ليت فاستك وصلت حوت عليك الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى عسلامة مرة أخرى نفكر أنتم تسمعوا في الحوت عليك على راديو مسك 106.9 رجعنا مع دوزيام بارتي مع الانفيتي متاعنا أنيس قلال الابليكاسيون فلوسي لبنى هذيك هكا نزلت اللي خاطر انا وانيس كيف كي العاده معناتها نرمي له الكره يرمي لي الكره وقال يقول لي تحب تنجب كيما نحب انا كي سمعت بستارت اب فلوسي فرحت خاطر احنا مثلا في الميدان جمعيتي عندنا مشكله كبيره مع البنوك قلت هاي حاجه اوخ سيستم بعد كي عرفت انيس حبي فسر لي قال لي ليه رانا احنا نحبوا ندخلوا في سيستم ونبدلوا في حاجات نخلقوا دي سيرفيس انيس اسكو تو بونس اليوم تو خاطر نعرف بعضنا سامحني اكيد بونس اليوم اللي سي بوسيبل دو شانجي هل لو لوبي انا باش نسميه لوبي وانت تحب تعاقب ولا ما تعاقبش لو لوبي بانكير اللي يتحكم في كل شيء واللي نراو فيه حتى في ازمه كبيره في البلاد قاعد يعمل في ديمارج فارانينوز sans pour autant se soucier de les utilisateurs نتاعهم كيما قلت انت ياخذوا اللي يحبوا يحلوا كونت اللي يحبوا يرفضوا اللي يحبوا
وين وحقنا احنا في ان اون اكسي معناتها ان سيرفيس بانكير ايكيتابل، وين دورك انت كي تدخل شنو باش تبدل في الشيمي نسميو ليليمون بيرتورباتور اللي تحط يبرمج احنا فينالمون معناتها ميم سي انا والكوفونداتور نتاعي وبعض في ليكيب اون اي دي تكنيسيان انفورماتيك على باز من الاول بكل شدينا القانون نتاع لوا بانكير وبدينا نقراو فيه بالعربي الفصحى وبدينا نوسعوا في بالنا باش نفهموا شنو كيسكي بلوك وكيفاش نجموا ندخلوا علاش خاطر فينالمون كي تخدم اور سيستيم ماكش تبدا من حد شيء لازمك عندك دي كونديسيون فينالمون لي فران اللي موجودين اللي ياثروا على الكاليتي نتاع السيرفيس ايل سون جوستيفي نجم تفسرهم تعرف علاش ومن بعد تقترح دي شانجمون للقانون مي القانون موجود دونك اونتر تون تخدم بيه تشوف كيفاش تعمل لا جيمناستيك باش لو ريزولتا يلقى برودوي يعجب الناس ولا يجاوب على الحاجه اللي عندهم مي يسانتيغ افيك معناتها سكي اكزيست سواء في القانون ولا لغيره القوة معناها الابروش نتاعنا سي ديسيي داليني لي زانتيغي معناها البنوك في الالمان نعرفوا عندهم دي زانتيغي يحبوا يربحوا كذا ومش عيب انك تربح فلوس مي من جهه اخرى تقول شنو يستحق العبد وكيفاش النجم الزوز يطلعوا رابحين باش الناس كل تطلع فرحانه قبل معناتها كي تبدا تغزر لها من انجل واحد بركه تولي بوتيتغ تو ريبون با ا دو بوزوان ا لا فوا دونك الخدمه نتاعنا سي بلوس هكا انا ياسر مهم عنا انه نوصل للكليون فينال دونك لابروش نتاعنا تبدا من الكليون وشنو يستحق ومن بعد ايسي دارمونيزي هذا مع البرودوي مع القانون مع المارشي فيه باش نوصلوا لحاجه اللي البوغي مارشي هذا ينجم يديبلوك كي يصنع دي زانتيغي مع بعضهم باش المارشي يقدم سي فري كفما حاجات بلوكي عندهم عوام ولازمهم برشا خدمه مي كيما قلت لك العنصر المشاغب هو اللي يحاول في كل بلاصه يسال سؤالات تقول علاش ما نعملوش هكا كذا قاعدين تلقاو في ناس تبع فيكم يقبلوا انه مثلا لا تكنولوجي فلوسي تكون في بنك بريفي مثلا موجود ودايوغ معنا حتى معناتها ديما نحكي الانكدوت هي ان 2018 مشينا للبنك سنترال قالوا لنا انت شكون معناها بتحكي معايا بصفتك شنو اليوم عندنا معناتها بروغرام وين نخدموا مع لي زيكيب تاع البنك سنترال مستعرفين بينا في بروغرام وين يقولوا لنا ايجي وقول لنا شنو عندو سي فري كو المشكله ديما في الوقت ياسر لون تو شيء بالسيف والعالم طار بينا مي في الاخر بكل فما ريزولتا لي حاجات قاعده تقدم وبوتيتغ بشويه تولي حاجه نفهموها نتعاملوا معاها وتولي حاجه غبيه تنجم تقدم هذا سي اون ايسي دتر اوبتيميست مجال الاخرى المشاكل ديما برشا مي ديما اون ايسي دو بوجي ديما اون بوج ونقدموا القدام هذاك شي عجبني فيك ديما اون بوج ديما نقدموا القدام انيس ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم نحب جوست نضيف حاجه صغيره اللي راهو لا بريزونس دو دانيس وزيد دوتر ستارت اب اللي بيكونوا حاضرين سي دون ليسبري نتاع اللي نمنوا اللي اليوم لاندستري كرياتيف ان توكا ما تنجمش ما نحكيوش فيها فلوس ما نحكيوش فيها بزنس ما نحكيوش فيها دوا ما نحكيوش فيها اكسيل المارشي اكزاكتومون خاطر اون اي دون ان ايكوسيستيم وين نمنوا احنا ان توكا اللي الفن والثقافه ينجم يكون عنده ان رول امبورطون كما في البلدان الاخرين خاطر الكلمه هذه ما نحبش نعاودها مي سمعناها لي بي بي في فرنسا وفي المانيا يدخل اكثر من كرهب قعدنا فيها ما يزينا من اللي قعدنا نجموا احنا زيد ندخلوا اكثر من كرهب anyway كيفاش ما عندناش كرهب احنا اكزاكتومون مي بون عندنا الفن والثقافه وعندنا برشا عبيد كيما نيس كيما نورس كيما دبل دي وكيما لي زانفيتي اللي جاو اللي هما يدزوا واحنا زيد نحبوا العبيد اللي يدزوا معنا وندزوا معاهم على خاطر هذاك هو لو بلوز امبورطون ايكوسيستيم كامل نخدموا مع بعضنا هنيس مرة أخرى ميرسي بوكو نمشيو للبوز ميوزيكا ونرجع للبارتي اللي الناس كلها تسنى فيها وريقة متاعها سيل دادي avec une recette rapée جديدة مانيش نقول لكم عليه نخليه هو ديما يلفي ديكوفريه اقعدوا معنا ما تمشيوش انتم تسمعوا في راديو ميسك 106.9 الحوت عليكم الحوت علينا الحوت على فلوسي يا خويا ميرسي مش قلت لي جانجستا صاحبي جيت لحومتك ما لقيتكش يا صاحبي وينك دور في حومتك على راحتي وانتي تعرف انا شنحكي جاوا ثلاثة وانا وحدي نضرب الاول على صحتي ليش يدينا معايا احكي ديما ندور وشي تحتي تغلط فيا ربي سامحك انا مانيش باش نسامحك امك ما تعقلش ملامحك برشا وقت كنت مانحك غسيت غابي مع دادي الحوت عليك كل نهار أربعة وجمعة من 9:30 الليل على راديو مسك مع وسيم ولبنى على
عسلمة عسلمة العبيد العبيد يسمع فيدا الكل صار دبان هكا قبيلة قالت لي هيلة قلت لها هيلة ركبي دونك شد شوية شوية ضعك توريكم النيفو بتاع دمار قديش مع الدور متاعه كمنشط إذاعي تلفزي عايشوا والله عايشوا على الأخر الدور بيان سور أما ما نطولش على العبيد يسمع فيها yes. ديما يستناو برشا عبيد يستناو في الروبريك نتاع دادي دادي وراب وراب صح شربتكم صح صافا ندخلوا ديريكت في الروسيت ومن بعد نحكيو هاي لا لا مش صحور يزين الدمق الدمق دمق فيش شربة to the left بريكا to the right شقان فترة جديد عجب المرقاز for this night نرجع بيك بدبارة it's easy and tight زو سنون ثوم وزيد في القلاية having a fight حذر روحك again من ملح والفلفل الأكحل و all the spice بعد ما تفوح ريحة الكوجينة حذر خضرتك اغسلها بالماء to be clean and right سكينة ماضية خاطر احداث about to go down كعبتين طماطم كعبتين فلفل ثلاثة كعبات بصل خاطر الفاين باش يكون different with a lot of fun ما تنساش دي في السهرة مرقازك برشا فن في القلاية حر عظم فقسم خلي تيب على نار هادية خليك جو chill and cozy I drink juice no coke no. I drink juice no coke if you don't know me الليلة طبق so smooth حويت عليك خليك smooth you know how we do you know how we chillin you know how we vibe من خاطر ليلتها سعيدة Don't you tell me hey, hey. you love me hey hey baby طيب لي فيم عجب بالمركز Don't you tell me you love me hey. baby وجيب طابونة سخونة ديما ديما جيبوا طابونة سخونة دادي ديما جيبوا لنا ميكلة بنينة وميكلة سخونة صح 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 شاراوت لدادي على الغوسيت غابي شاراوت ليك انت زادة لبنى على الاكومبانيومون على الساعة البال والاكومبانيومون شاراوت لبنى شاراوت لبنى لقيتها بصل برشا بصراحة لا البصل صح يا خويا كثر من البصل لبنان كثروا من البصل علاش كثروا من البصل ما كثروش من البصل شوية 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 فكر العبيد اللي يسمعوا فينا اليوم كان في ميسيون سبيسيال بور لا سورتي نتاع الكومباني دو سونسيبيليزاسيون بور لو سوتيان دو فيستيفال ولوي الفيستيفال دو بسيسير دو 7 و 8 ماي في سيتي دي سيونس نفكروا العبيد اللي احنا خلطنا توا حتى توا 200 ابوني لازمنا ناخذوا للفيلم باش نتعمل الويل الويل فيستيفال يس دادي ميرسي بوكو ميرسي بوكو لبنى شرف كبير مولى الحفله شرف كبير الصومالي زاد اللي في الحفله معاه اللي جاهم برشا فيدباك على الكاليتي دو ليماج وعلى الكاليتي دو لا ريليزاسيون راهو هما احنا سي ان توت ان ترافاي ديكيب شاراوت الأحمد شاراوت المالك توت ليكيب زادة متاع راديو مسك اللي كل نهار أربعة وجمعة يوفروا لكم البث الحصري عليكم كاليتي تعرفونا تابعونا تابعوا حكايتنا كما قلت لكم سوريز نتقابلوا في الإيميسيون الجاية نهارة الجمعة باش يكونوا عندنا دي زانفيتي بوالور أرض جاو 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 أرض برشا موزيكا فما باسكيت زادة فما برشا حاجات ميرسي بوكو الحوت عليكم الكل الحوت برشا حوت حوت كامل على الناس اللي كينو سوتيان كملوا احنا مزلنا معكم واصلين نقول لكم تصبح على خير انتم تسمعوا في راديو مسك الحوت عليك فما دي جي سيت مش دي جي سيت سامحوني فما كونسير باش يتعدى من بعد لافان ديميسيون كونسير نتاع نميرو حليني على السين كيفاش كليها في الويل وحليلي على ديزكس نتاعنا الناس الكل صباح الخير نعاودو نتقابلو مره جايه good night على خير وكيما يقول نجيب كان حوت يعاون حوت حد ما يموت Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова